صباح الخير والجمال والانبساط والحاجات الحلوة الجميلة. يا صباح الفل على كل المصريين، صباح المحبة، الكلمة الحلوة، الخير اللي مالي مصر ومالي نفوس كل مصري ومصرية. ساعات ممكن يبقى مستخبي كده، يعني في شوية حاجات مغلوش عليه حبتين زي ما بنقول، لكن هو موجود جوانا وموجود في حياتنا وموجود في بلدنا بإذن الله، بإذن الله لحد يوم الدين. يا رب نبتدي يا رب يوم مع بعض كده جميل مليان بالحب والأمل والتفاؤل زي ما بنقول. نبتدي نهار جديد، يجعل نهارنا نادي. هكون معاكم أنا النهاردة في نهار جديد، أسماء مصطفى ومعايا زميلي خالد علي. صباح الفل يا خالد. صباح الفل يا أسماء، صباح الفل على كل الناس اللي بتشوفنا على النهار وان والنهار اليوم. صباحكم جديد دايما كده، بتكونوا موجودين معانا من دلوقتي لحد الساعة 11 علشان خاطر نصحصح نفوق نتكلم في مواضيع كتيرة جدا. مهم جدا التواصل بتاعكم على هاشتاج نهار جديد على تويتر، كمان الفان بيج بتاعتنا الكبيرة اللي عليها أكتر من 8 مليون النهار الأساسية، كمان نهار جديد بالعربي بالفرانكو عرب. بنبقى مبسوطين جدا بكل تليفوناتكم الصبح، حتى في ناس بتبقى متصلة مش عايز تتكلم في موضوع معين قد ما هي حابة تتصل عشان تصبح علينا، فصباحكم زي الفل. صباح الفل. النهاردة بقى أنا هكون عنصرية معاك كالعادة. كالعادة أنا متعود. مش مهم يعني أنت مضطر يعني، بس على فكرة ما عندكش اختيارات. اوكي، فانا هكون النهارده عنصريه. لا بس هقدر ارد. طبعا ليك حق الرد، حق الرد يعني مكفول للجميع. أوكي. احنا متفقين. النهارده بقى هنتكلم عن الست المصريه المدبره اللي هي معجزه ماشيه على الارض، اللي هي الست الشاطره اللي دايما كان المثل عندنا بيقول ايه، بتغزل برجل حمار. بالظبط، تقدر تعمل اي حاجه. يعني طول عمرها بتبهرنا بافكارها في كل المجالات. تعرف توفر في بيتها، أسرتها، تشتغل وتربي الولاد، وكمان تخلي فيه رفاهية في الأسرة رغم ضعف الإمكانيات. يعني في كل حاجة ما شاء الله، الله ينور. يعني هي بصراحة تستحق لقب وزيرة مالية بيتها، وده اللقب اللي هي خدته عن جدارة، عن استحقاق، خصوصا بقى أنها إيه، بتراعي بيتها زي ما قلنا، بتراعي ولادها، نفسها، توفر لجوزها، للعيال. مش كل الستات برضو، بصوا خدي بالك، يعني احنا اتكلمنا الموضوع ده من فتره، ومش كل الستات. الغالبيه العظمى، الغالبيه العظمى. اوكي، وده بيبان ايه بقى؟ ان الست ناصحه، تدور على السعر المناسب فين وتروح له. لا لا لا، انت فاهم الموضوع ده غلط. لا انا فاهم الموضوع ده. الفصال عند الست مش ان هي بتدبر الفلوس، هي الفصال عند الست هو هوايه، ان هي تطلع عين ام الراجل اللي بتشتري منه. انا مش هرد عليك يا خالد، انا هسيب الناس كلها ترد عليك. اولا على فكره موضوع الفصال ده ما تقدرش تجزم انه جاي من الست. لا طبعا، الست اشطر في الفصال، معروف. اشطر في الفصال. لكن مش احنا اللي اخترعنا الفصال. ما هو ما فيش حد اخترعه، بس هي شاطره. يعني الست هتعرف. ايوه شفت بقى، هي اللي بتعرف تاخد وتدي. شفت انت اللي قلت انها الست شاطره. طبعا شاطره. طيب ماشي، وانا دلوقتي لما اروح لواحد بياع والاقي عندي امكانيه للفصال، والاقي نفسي ممكن الحاجه ام 10 جنيه اخدها ب 7 جنيه، يبقى ايه بقى؟ ايوه بس في حاجات هي سعرها 10 جنيه يعني. ايوه ماشي، ما هو ماشي، دي حاجات سعرها 10 جنيه لما بلاقيها سعرها 10 جنيه. لكن انا مثلا هضرب لك مثال صغير قوي. يعني ممكن الراجل الفكاهين اللي تحت البيت، ماشي، انا كان في خناقه بيني وبين صحابي على الموضوع ده. أوكي. اما واحنا كنا بنتكلم عن غلاء الاسعار، ماشي، فالراجل الفكاهين اللي تحت البيت غلى السعر، بيبيع بسعر. الراجل اللي في السوق بيبيع بسعر تاني، ماشي. فانا المفروض كست شاطره اعمل ايه؟ تروحي للراجل اللي في السوق الارخص، اللي ارخص. صح، مظبوط. ممكن اروح للراجل اللي في السوق اساله مثلا كيلو الليمون بكام بعد ما نزل. هو طبعا دلوقتي ما حدش بيقول ان الليمون رخص عن الشهر اللي فات، احنا بنقول كيلو الليمون بقى ب5 جنيه، في واحد تاني بيبيعه ب6 جنيه. او ما انا اقول له ايه، ما انا خدته وانا على فكره عند الراجل اللي هناك ب5 جنيه. ايوه، ما هو في ساعات ما بيبقاش ده حاصل. يعني مثلا يقول لها الليمون سعره الرسمي 5 جنيه. طيب. فهو الراجل يقول لها 4 جنيه، تقول له ليه ما كان ب3؟ عادي، هي لازم تبقى ناصحه على فكره. عادي، ما انا ممكن اقول له ده كان ب3 واقول له انا همشي ومش هشتري، يقول لي طب تعالي خدي ب3.5. هي ماشي، يبقى انا كده وفرت نص جنيه. ماشي، ما دي النصاحه والشطاره. طيب. عند الست. طيب. بس ساعات بتستخدم الفصال في اوقات، يعني مثلا داخله تشتري من مول مثلا كبير. لا ده لا يا اخي، لا لا، ده المول ما فيهوش فصال. لا لا، في ناس لا، ممكن اطلب ديسكاونت خصم برضه. طب هي ايه، تدخل تقول له انا عايزه، لا يقول لها مثلا ده حضرتك ب 10 جنيه 99، ليه مش كان ب9؟ مش والله، لو لقيت امكانيه ان انا اخده ب9 ما اخده ب9. ايوه بس في حاجات ما فيهاش. يا سيدي افرض انه كان فيها، الله، ما هو مش في جنيه توفر. طب ما هي ب9.99 قرش، في قرش
على قرش، على قرش. لا لا فكك ده، ده بس حاجه. لا 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 بس اسمعي، انا دلوقتي لو انا لقيت امكانيه حتى في اي مكان في الدنيا بالمناسبه، فانت مثلا يعني الاسواق اللي هي بتتعمل، عايزه اقول لك عليها، يعني الناس اللي سافرت بره وانت سافرت، اللي هي بتتعمل اللي هي النايت ماركت او الاوت ماركت، اللي هم بيسموه السوق القديم دايما، السوق يعني القديم اللي بيتعمل يوم الاجازات في العطلات، زي سوق الحد عندنا والجمعه وكده، وده موجود على فكره في كل دول اوروبا وفي ارقى الاماكن. مظبوط، في فصال. اه طبعا ده في فصال. لا بصي، لو بتتكلمي على الفصال بره مصر، ايوه الفصال، فصال في الصين وتايلاند، ايوه، ويعني دول اشهر بلدين فيهم فصال، عشان دول اللي بيبيعوا سلعها ممكن، اه عندهم صناعه بتاعتهم، صناعه محليه وبيبيعوها، والفصال بيوصل على الصناعه المحليه. تكاشع الجرح، ان شاء الله يبقى عندنا صناعه محليه قريبا. ماشي اوكي. وبيبقى عندهم الفصال بشع يعني، بس دي يعني اللي انت بتقول عليه كمان، دي المشاريع اللي خالد بيقول عليها الصناعه المحليه، دي مشاريع افراد ناس. اه دي فهو ناس قاعده في الشارع بتفرش فرشه، ناس قاعده، فدي دي خلاص ده هو حر. يعني انا ما بكلمكش على التسعيره، يعني ما دخلتش محل كبير، بس برضو عايزه اقول لك على حاجه، الراجل بيحب الست الشاطره اللي بتوفر له طبعا، واحنا دلوقتي في ظروف محتاجه الست الشاطره اللي تدور على حاجه سعرها فين مناسب واروح اجيبها. على فكره انا شاطر في الفصال. يا سلام. ازاي؟ انا بدخل على البياع، بس أيوة. لازم الاول ابص أيوة في عينه. الدخله، اه لازم ابص في عينه افهم هو الراجل ده عنده نيه للفصال ولا هو هيمشيني ويسيبني، ولا ممكن يتحط يافطه ممنوع الفصال. لا ما هم دايما بيحطوا اليافطه دي، بس عادي جدا ولا يهمني. ايه طيب، ندخل بس على طول، يقول لي ب 1000 لازم اكسره، اكسر عينه، لو ما كسرتش عينه فتمام. لو قلت له ب 100 وهو سابني ومشي قال لي ما عنديش بيع، يبقى كده ده مستحيل يبيع. لو قلت له ب 100 قال لي لا لا قليل، فكده يبقى الراجل ده عنده نيه للمناقشه، عنده استعداد. اه فاروح مكمل بقى دايس. اه فممكن ناخد ابو 1000 ده ناخده ب 500. انت عارف مثلا بقى الخضار زمان كنت بتشوف حاجه جميله قوي وانقرضت، بس انا انا فاكراها، ما اعرفش انت لحقتها ولا لا، ولا انا كنت من زمان قوي. قوليلي. كان كان في راجل اللي هو بيعدي بعجله ده بيبيع الخضار. ايوه عارفه طبعا، ده النهارده موجود في بعض المناطق الشعبيه، في بعض المناطق. دلوقتي انا ما بقتش بشوفه كتير. فكان الراجل ده مثلا بتجيب الحاجه من البلكونه، سعره لطيف جدا وكان راجل حلو. مزبوط. فتلاقيه تقول له مثلا كان وقتها بجنيه، لا ب 75 قرش، فيقول لك ماشي ده من البلكونه. اه اصلا يعني ده هوم ديليفري من البلكونه. لا ده واصل لك لحد البيت. أيوة ده انت. أيوة. نزلت السبب. فاكره انا الراجل ده؟ فاكره الراجل ده؟ اسمه واحد كان بيعدي علينا اصلا، مش فاكر اسمه. يعني عشت طفولتي الاولى في السيده زينب. اه فعاصرت بقى الراجل اللي كان بيعدي ده، بس وكان بينده كده شبه النديه بتاع الروبابيكيا. إيه انا اللي انا فاكراه جدا عشان انا كنت بحب الفول الاخضر قوي، فول الحراتي عندنا. ده فكان بقى بيجي له موسم. ايوه فيبقى كتير وينده بقى، وبتعتين الشوك، فكان يبقى كتير قوي. فكان كتير الشوكي لما كنت بتنزلي السبت وتروحي جايبه شويه. هو ده احنا عندنا سبت، ده السبت ده كان اهم حاجه في البيت. اوبا السبت ده كان اهم من واحلى حاجه لما كنت بتفصليه من فوق بكامل 10 يا عم شعبان. انا كنت يعني عشان في الفتره دي كنت اصغر شويه، فكنت بقى يعني ماما هي. انت فاكره بتاع الفول الحراتي كان بيقول؟ طبعا. ازاي؟ لا مش فاكره كان بيقول ايه. كان بيقول يعني، انت ممكن اسال الناس لو حد فاكر كانوا بيقولوا ايه. وهل احنا النهارده على فكره، هل احنا مفتقدين الناس دي؟ يعني هل احنا مفتقدين؟ لانهم اولا كانوا بيسعوا على اكل عيشهم، بايعين زي الفل، كانوا بيجيبوا خضار طازه من القرى، وكان بيبقى بجد احلى فول اخضر ممكن تاخده من على الراجل بتاع اللي يعني بالعجله. زي كان بيستخدم وسيله مواصلات اقتصاديه طبعا. عجله وما بتعطلش الدنيا. ساعات كان بيبقى فيه حمار وكرم. بس عايز اقول لك على حاجه، انا كانت عجباني فكره العجله ليه؟ اولا كان بيقدر يدخل اي شارع حتى الشوارع الصغيره. ثانيا لا محتاج بنزين ولا زيت ولا اي حاجه ولا الكلام ده خالص. ثالثا كانت وسيله مواصلات سريعه بالنسبه له وخفيفه، وكنت الاقيه حاطط اللي هي الشوال الناحيه دي اللي هي القفه الناحيه دي والناحيه دي، وماشي بمنتهى التوازن على العجله، زي المنظر بتاع الراجل اللي بيشيل العيش. اللي هي القفه بتاعت دي لعلمك، ده منظر يعني وشكله حاجة احترافيه جدا جدا، مش هتلاقي في مصر. لو هنتكلم على البياعين دي هتلاقي بياعين بقى اللي بيبيعوا، هنعمل لهم حلقه بيلف. نعمل حلقه، نعمل حلقه يعني لو في حد عاصم دلوقتي حالا في المنطقه بتاعته في بياع بيبقى ماشي في الشارع بيبيع الحاجات اللي احنا قلنا عليها، افتكر كده معانا هو بيقول ايه، واحنا محتاجين البياعين دي مره تانية. بس هي المشكله في بعض الاحياء مش هتنفع، يعني في الاحياء الجديده شويه ليه هيبقى صعب ان هو بيلف ليه؟ طب ما دلوقتي في عربيات الشباب اللي هي الصغيره اللي معموله زي على بتبقى ثابته
لا 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 متنقله والمبردات الجديده وبتاع، وانا شايفه ان ده مشروع حلو قوي. اصل بص يا خالد، لو احنا هنتكلم على المشاريع عشان نرجع لموضوعنا الفصال، احنا ممكن نبني اقتصاد يعني كافراد بالمشاريع اللي هي الصغيره. بس خلينا بنتكلم في الموضوع. طب انت فاكره انت فصلتي اخر مره كانت ايه؟ او ما بلاش اخر مره، اشطر مره اللي هو انت يعني. انا على طول شاطره على فكره. طب قولي لي كده مره. على فكره انا على طول شاطره والحمد لله رب العالمين، الحمد لله ما بروحش للناس اللي بتبيع اسعار غاليه عشان الناس تقول يا سيدي انتوا عالم مرفه، انتوا فاهمين حاجه ولا فاهمين؟ طبعا امال يعني مش فاهمين يعني. وانا يعني عشان مثلا ممكن حتى لو الناس ربنا مديها شويه، معنى كان انا اروح اشتري من اماكن غاليه ده. بس لاني بنزل لحد دلوقتي احيانا مع مامتي كتير جدا السوق، لان مامتي لحد وقتنا هذا تروح السوق متمسكه بالسوق. لما بتروح السوبر ماركت عندها عدم قناعه. ايوه عندها قناعه، مش بقلل طبعا السوبر مش ايوه مش بقلل من السوبر ماركت، بس هي طبعا مقتنعه ان الملوخيه مش طازه، ان الباميه مش عارفه ايه ان ايه. بصي السوق فلحد دلوقتي الميزه فيه ان هو بيبقى الحاجات فيه بتبقى في شعور كده متبادل ان هي اورجانيك، ان هي طبيعيه. لا وانا بحب الفلاحين الصبح بيبقوا جمال جايين الصبح كده وطالعين لسه من البلد كده وجايين الصبح كده على السوق ساعه الصبحيه دي، فتلاقي الاكل ايه. ولا السمك بقى لما بتجيبيه بقى من السوق والسمك بيبلبط كده لسه. اسكت صح بقى يا خالد، ولا طبق السلطه وهو لسه معمول بقى. أيوة بالخضار. طب حاضر يا علي، ناخد عمرو من جيزه، نفسي اتفتحت اعمل له ايه. بس انت ما قلتليش الفصال. بس هقول لك على الفصال. معانا عمرو. ازيك يا عمرو؟ صباح الفل. عمرو بيسمع التلفزيون. يا عمرو. يا عمرو. ايوه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صباح الفل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عمرو؟ صباح الفل استاذ خالد. صباح الفل عليك. اتفضل بقى قول لي انت اخر مره فصلت فيها امتى، ولو فاكر اي جمله كان بيقولها البياعين في الشارع. انا كنت فاكر ايه؟ بص انا هقول لك على حاجه الاول، اقفل صوت التلفزيون هتسمعنا كويس واحنا بنسمعك كويس. ماشي. قفلته؟ قفلت حضرتك. مية مية. بقول لك قول لي انت المره اللي انت فاكرها ان انت فصلت فيها وكنت كسبان، يعني طالع كسبان، ده رقم واحد. رقم اتنين، لو بياعين بيلفوا في الشارع انت فاكر الشعارات اللي بيقعدوا يقولوها؟ يعني عادي، يعني بياعين بيقولوا كلام يعني عادي. طب قول لي يا عمرو، انت بتشوف ان الستات يعني هم اللي الفصال ده في طبعهم، ولا هي الست عشان بطل قوي يعني قوي قوي قوي؟ طب ما هي بتوفر شطار. والله الحمد لله ان احنا شطار، على الاقل بنوفر بدل ما نبقى مسرفين ومبذرين وبنشتكي ورجالتنا بيدفعوا فلوس كتير على الفاضي وعلى المليان. ستات 10/10. الله يخليك يا عمر، ربنا يكرمك. شكرا. صباح الفل عليك يا عمر. صباح الفل. طب دلوقتي رضوى بتقول لك وانت اخر مره فصلت امتى؟ رد قبل ما انا اخر مره. لا انا بفصل على طول، يعني انا على طول انا اي امكانيه بقى. بص انا مش فاكره، انا اي مجال مفتوح للفصال لو لقيته فيه فصال. وساعات مثلا ممكن انزل مكان ابقى انا ما عنديش طولة بال، اقول له بص انا مش هقعد افصل معاك كتير، جيب من الاخر. لا ما هو جيب من الاخر دي برده ما بيقولكيش الاخر. لا ما انا عارفه انه مش هيقول الاخر. بس انا بلاقيه جاب حته قبل الاخر، فاروح انا حتى الرقم بعديها اللي انا. المشكله كمان ان اللي انا دلوقتي بقيت الشكل معروف، فهو اول ما بيشوفني بيتوقع ان انا معايا الفلوس مش عارف اوديها فين بقى، فبنشيلها مع بعض. طب وفرت فيها مبلغ كبير. انا وفرت يا رجل مره مبلغ كبير. لا بس انا نصح بقى. طب انا مره بقى كنت انا وعلى فكره انا هقول بقى هقول كنت انا وزميلنا استاذ محمد دسوقي رشدي اسره الكلام كنا في الصين، وبعدين كانت ازمتنا بقى اللعب. محمد عنده ولاد وانا عندي ولاد، فدخلنا عشان نجيب، فكان انت عارف الليجو ده اول ما طلع كان بمبالغ طبعا ماليه. هم عندهم متقلد متقلد الصيني، ما هم عملوا كل حاجه تقليد الحقيقه. ما علينا. المهم قلنا بقى خلاص نجيب، احنا عايزين بقى ايه ثلاث صناديق كبيره. ما هو محمد هيجيب لابنه وانا هجيب لاولادي الاثنين الليجو ده. فدخلنا على الراجل قلنا طب لو احنا خدنا ثلاثه ده، فكان الحقيقه ايه بقى، كان فيها وفره جامده جدا. طبعا طبعا. فانا طبعا فصلت في الاثنين الاولانيين اللي انا خدتهم. لما رحت مهام فقال لي ايه ده، طب ده حلو، طب ما انا عايزه اجيب لابني. قلت له طب تيجي نرجع للراجل نقول له ان احنا هناخد واحده ثانيه، فننزل في ثمن الاثنين اللي احنا خدناهم ونستفيد بثمن واحده ثالثه. كنت بقى كنت رحت خدت الجديده دي ببلاش. لا ما احنا ما عرفناش ناخدها ببلاش، بس انا فاكره ان احنا وفرنا فلوس كتير قوي. بعدين قيس على كده بقى طول ما احنا ماشيين بعد كده خلاص لقيناها انها اوبشن لطيف جدا. الفصول. يعني بدل ما ندخل نقول للراجل هناخد واحده،
نقول له هناخد ثلاثة، فبقينا نمشي نقول ايه ثلاثة، ما عايزين بقى نجيب برضو حاجة للعيال يعني، فايه اللي هيخلينا نصرف فلوس كتير، فبقينا خلاص معلش يا محمد انا كان لازم اقول الموضوع ده. بس دي كانت ألطف مرة في صال، لان انت كمان بتتعامل مع نوعية تانية من التجار. هم بيبقوا ماسكين آلة حاسبة، هم مش مصريين، يقعد يكتب لك الآلة الحاسبة كده يقول لك هو ده، انت تقولي له لا هو ده، فيقول لك لا هو ده هو ده، ما هو دي الآلة الحاسبة. شكلك جربت الموضوع ده. جربت طبعا. انت تقولي لي انا بقى كنت باخد الحاجه ببلاش على فكره، يعني انا كان في بعد ما اخلص شيره، عشان انت خالد عليش بقى. لا خالص، انا هو حد عارفني. انا بعد ما اخلص شيره خالص، بعد ما اخلص شيره خالص، خلصنا خلاص، اقول له بقى انا دي هاخدها هديه فور فري. بعملها. اقول له دي خلاص، يقول لي لا ما ينفعش وبتاع، اقول له خلاص. بس انت عارف المولات دلوقتي هم عملوا الفصال مقدما، يعني اشتري اثنين تاخد الثالثه ببلاش، بس احيانا ده بقى بيغرس شويه. ناخد مروان طب عشان بقى كتير على التليفون طبيعي يعني بقى الفرشه ده. لا انا هقول لك برده في حته تانية عملوا حاجه لطيفه. تاخد مروان. مروان، ازيك يا مروان؟ صباح الخير. صباح الفل، عامل ايه؟ ازيك يا مروان؟ ازيك يا مروان، عامل ايه؟ الحمد لله تمام. قول لنا بقى، الست اشطر من الراجل في الفصال؟ اولا الفصال ده يمكن يعني موروث اجتماعي عند يعني السيدات المصريات بالذات كده. يا مروان بيجري في دمنا. وبيختلف حسب يعني الطبقات الاجتماعية. لا على فكرة اختلف معاك يعني يا مروان، الانفصال ملوش اي علاقة بالطبقة الاجتماعية خالص. يعني لا انا نعرف حضرتك يعني الناس طبقات معينة حضرتك بيتصلوا بالتليفون بيقولوا انا عايز صينية جمبري، انا عايز صينية سنجاري، وبعدين لما بيروح يعني حسابك كان 400-600 بيطلعهم كده على طول من غير ما يفاصل. لا 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 دي قصه تانية. بص اللي معاه فلوس كتير يعني بيشتري حاجه مثلا بملايين، يعني ممكن يكون مثلا راح يشتري فيلا ب 15 مليون جنيه تلاقيه بيفاصل في 500,000 جنيه، وفي حالات كتيره جدا اعرفها من ناس بتشتغل أيوة في المبيعات بيبقى هو بيبيع لراجل وبيفاصل في عربيه خالص، ده بيفاصل في 10,000 جنيه وفي 5,000 جنيه وفي 1,000 جنيه في حاجه ب 15 مليون جنيه. فلا الفصال موجود بس بدرجات بقى، يعني انت بتفاصل في 100، انا بفاصل في 1,000، اسماء بتفاصل في 2 وهكذا، هي دي الطبقات. بس اسماء بتفاصل في 2 دي يعني انا بحب. ايوه يا مروان، يعني هنعمل ايه يعني يا مروان؟ ما احنا لازم نفاصل ونوفر يعني، لازم نطلع. انا بنلاقي يعني بص من الحاجات اللي بتبقى مستفزه، انا يعني مثلا في السوق بنلاقي واحده بتفاصل في ربطة البقدونس، يعني أيوة. ربطة البقدونس بجنيه تقول له مش بجنيه. ايوه تقول له ثلاثة ثلاثة، هاخد ثلاثة بجنيه عادي يعني. ما بتروحش عند الجزار تفاصل ليه حضرتك؟ لا اسكت بقى، موضوع الجزار ده انا كنت لسه بقول لك عاملة مشكلة يعني. على بيحت الليمون، على بيحت الخضرة. لا ما هو لا الجزار ده بقى، اصل الجزار ده قصة تانية. هقول لك انا في صال الجزار يعني الجزار ده مروان عامل ايه، لانه الجزار ده ما حدش بيقرب من الجزار يفاصل معايا على طول، يعني اي حد يخاف يقرب من الجزار عشان في تسعيرة. لا عشان ممكن يتهور. لا مش هنخاف من الجزار. في بعض الحاجات ممكن السيدة تبقى شاطرة جدا فيها. على فكرة الستات في كل حاجة شطار يعني. يعني بيبقى ليهم مزاج. صباح الفل عليك. صباح الفل عليك يا مروان. الستات فعلا شاطرة في كل حاجة، دي أنا معاكي. أيوة بس أنا عايزة أقول لك على حاجة، يعني أول امبارح شدت كده يعني أنا وحد، لو سمعني ببلاش يزعل مني، بس هاخد نجوى من حلوان وأقول لكم إيه اللي حصل. نجوى صباح الفل يا نجوى. صباح النور. صباح العسل، ازيك؟ عاملة إيه يا نجوى؟ أنا بس عايز أصبح عليكم وأقول لكم إن الحلقة النهاردة جميلة وبتتكلم عن موضوع حلو قوي. يعني أنا مبسوطة قوي بيها النهاردة الحلقة. بتفصلي يا نجوى؟ يعني مش كتير، أنا زي خالد كده أدخل المحل أشوف إيه يعني انطباع اللي واقف في المحل، لقيته عنده استعداد للفصال نكمل اكمل. مفيش اسكت، ولو عجباني الحاجه باخدها وامشي وخلاص. لا اصل معلش يا نجوى، اللي عنده عند غيره فهو يتنطط علينا ليه؟ طب انت يا نجوى بتنزلي السوق ولا ما بتنزليش السوق؟ لا بنزل. طب الفرخه بكام في السوق دلوقتي يا نجوى؟ الكيلو بكام؟ لا بجيب انا والله ما بساله على الكيلو، انا بقول له يوزن مثلا الفرخه يقول لي ب 36-35. الله ينور عليكي، ربنا يكرمك يا رب يا نجوى. اصل انا اول ما حد قال لي اصل انا ببعت للراجل بيجيب لي الفرخه ب 40 جنيه وب 50 جنيه، فرخه ايه اللي ب 40 جنيه وب 50 جنيه؟ يعني انا جنبي الراجل هنا، ويعني اقول له عايزه فرخه وسط فرخه كبيره كده. ايوه يعني مثلا متوسط الكيلو 18 جنيه 19 جنيه. 19. عشان بقول للناس كيلو الفراخ رخص مش مصدقني يا جماعه. طب بتجيبه من الراجل ليه؟ يقول لك انا لو حد من ستات البيوت يبعت يقول لي كيلو فراخ بكام والخضار بكام؟ ب 19. وعندنا الليمون اخباره ايه يا نجوى؟ البياعين بيمروا عندنا لسه وبينادوا. في منطقه ايه يا نجوى؟ احنا في حلوان.
أجدع في ناس المدينه أجدع ناس. طب بقول لك يا نجوى عشان افيديني افادك، عارفه يعني عارف المنطقه اللي انت بتتكلمي فيها. الليمون الشهر اللي فات في رمضان كان ب 25 جنيه وب 30 جنيه وب 40 جنيه، 5 جنيه فعلا، وكان الراجل قدامي الباب. طيب اهو عايزين ايه تاني؟ اهو بقى الليمون عايزين ايه تاني؟ عايزين ايه بقى من الناس؟ في حاجات غاليه، ما هي الطماطم ايوه من عارفه بقت ب 6 وب 7 جنيه. ايوه من عارفه بقت ب 6 وب 7 جنيه، ده عشان بس انت عارفه احنا في الصيف، بس احنا المفروض نخزن. هتخزني طماطم يا نجوى؟ احنا هناكل ليمون يعني، ليمون رخيص ناكل ليمون بس، ايه المشكله؟ نتغدى ليمون، نتعشى ليمون، نفطر ليمون، يلا بينا. لا استني، طب انا مبسوطه قوي بيكم النهارده وبالحلقه دي. الله يخليك. المهم بقول لك يا نجوى، فصلي وكل يوم بصحى اتفرج عليكم والله. بص يا نجوى، فصلي واشتري من البياع اللي يديكي سعر حلو بالنسبه لك. ساعات بتكسف وفاصل، انا يعني مش عارفه يعني في بياع لو لقيتيه بيفاصل فصلي، ايه المشكله؟ مش محمد سعد قال قبل كده اللي اتكسف من بنت عمه وما يجيبش منها اخضر؟ ايوه. عايزكم تقدموا لي على داليا برضه كده. وصل وصل. حاضر عينيا. صباح الفل يا نجوى. شكرا. صباح الفل عليك يا نجوى. حلو والله، والله حلو الفصال ده، حاجه اختراع. والست ده ايوه، اصل انا عايزه اقول لك على حاجه، وانا يعني لو عندي امكانيه فاصل واخد بسعر اقل، هو انا قلت لك ان انا هغلس؟ خلاص انا دخلت مثلا لواحد لقيته قال لي لا مفيش فصال. لا بس في ستات غلسه في الفصال، وده التسعير مش بتبقى غلاسه يا خالد، احنا مثلا بتبقى عايزه توفر. لا لا لا، مش قصه توفير صدقني، والله ما قصه توفير، هي قصه طيب. انتصار يعني، لازم ابقى انا خارجه منتصره، حاسه ان انا كسبت حتى لو قرش، والقرش ده ممكن ما يكونش فارق معاها تماما. على فكره خالص بيفرق، ماشي بيفرق عند بعض الناس، انا بتكلم على الناس اللي ما بيبقاش فارق معاهم، بس هو حس ان هو طالع كسبان. انت عارف انا جبت ده بكام؟ كان قايل لي 50، انا جبته 25. انت عارف ان هم زمان كانوا بيشتروا البيض البلدي من البيوت؟ يعني لانه كان معظم الست طبعا اسعاره مختلفه، احنا طول عمرنا كان عندنا زمان الست منتجه يعني انتاج بقى كل حاجه، يعني هي بتنتج كل حاجه في البيت. طبعا دلوقتي البيض والزبده ما بقاش بقى طبعا زي الاول. فكان مثلا البيض البلدي بالذات ده كان فيه نوع من انواع الفصال. اخد 4 بيضات، لا طب ما تخليهم 5، لا دي بتبيع الستة لا مش عارفه ايه. اللبن طبعا قبل ما يحصل التطور، انا حاسه ان التطور ده خانقنا في حاجات كتير قوي. هو في بقى حد بيجيب اللبن السايب ده؟ بجد؟ ده هيبقى جامد قوي، اللي هو فاكره لما كان بيقطع وتغليه يقطع؟ لا ما انت كنت بتغليه بقى، بعدين لما الدنيا تطورت كنا بنحط ازازه كده عامله زي البوله كده. لا ده بيقول لك كان بتبوظ اللبن. لا ما كانت بتغسل دي عشان ما تخلوش يفور. لا ده بيقول لك دي بتطلع مش عارف مواد ايه. لا احنا كنا بناخد غلوتين وبعدين تطفيه وبعدين تسيبه لما يبرد وبعدين تحطه بقى بعدين الوش بقى تشيله. لا ولما عملوا البوتاجاز اللي هو الجديد قال لك عشان لما اللبن يفور البوتاجاز يقفل لوحده. فاكر ده كان اختراع البوتاجاز ده، قال لك ده صمام الامان. ايوه صمام الامان، هو صمام الامان. صمام الامان، فكان صمام الامان ده الاشهر حاجه ممكن تعمل لك مشكله في البيت لا قدر الله، ان كل الناس كانت بتغلي اللبن في سيبي اللبن يفور. بس دلوقتي طبعا بقى يعني بتحصل عندنا كتير يعني خلاص، بس ما زال اللبن يعني بيفور. يعني دي كانت في اماكن كتير جدا موجود، اللي هي بالمعنى الدارج، ودي على فكره كلمه عاديه كانت متداوله عندنا، اللي هي الزريبه دي. ودي كانت بتلاقيها الناس فيها بالليل بيبيعوا اللبن في في القص بتاع اللبن. وانا فاكره الراجل كان بيعدي برده زمان عندنا كان بعجله. ايوه ايوه مظبوط، اللبن ده انا فاكره كويس بعجله وبموتوسيكل، بس هو دلوقتي ما بقاش موجود، بقى موجود في اماكن قليله قوي 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 اللي بيبيعها في المحل نفسه. هي بس عشان بس كان بيقول لك برده النقل ودرجات الحراره وممكن يوصل للناس يعني مش كويس يبوظ. طب ممكن نسال سوسن. خلينا سوسن، انا بحب الحاجات دي كلها. ناخد سوسن. سوسن يا سوسن. سوسن صباح الفل يا سوسن، نهار جديد. نهارك زي الفل ان شاء الله. عامله ايه؟ انا بتكلم على الفصال. الفصال انا لما بخش محل والاقي راجل مثلا مسجع فاصل معاه ويقبل الفصال، بعرف ان هو هيخمني، بعرف ان انا هتغلى. ايوه لكن بحب الصراحه، بحب الكلمه الواحده. أيوة. اخش مكان يقول لي مثلا ده ب 10 ده ب 20، احب اشتري منه. بس بتفاصلي حتى؟ نعم بس انت كده بتفترضي سوء النيه يعني. لا انا مش بفاصل، انا مش بحب افاصل، انا بحب اللي يديني كلمه واحده. ما هو خدي بالك انت كده بتفترضي سوء النيه دايما، ان هو علشان هيقلل في السعر ولو مثلا 1%، فانت احساسك ان ال 1% ده ناتج لان المنتج مش قوي او المنتج بايظ او المنتج فيه حاجه. هي مش سوء نيه، لا هي صراحه. وبعدين انا ببقى عارفه المنتج بتاعي قد ايه وببقى عارفه الاسعار قبل ما انزل. ايوه ايوه يعني ببقى مثلا عارفه، مثلا اروح مثلا بشتري مثلا حاجه بيقول لي مثلا دي ب 50 دي ب 60، ببقى عارفه. لكن لما مثلا اقول له 50 يقول لي، اقول له مثلا 45 يقول لي ماشي، بزعل انا ومن الحته دي. بحس طب انت بتنزلي السوق ولا السوبر ماركت يا سوسن؟ يعني
معظم الاماكن اللي بتنزليها اكتر في الاسواق بتاعتنا، ولا مثلا السوبر ماركت او المجمعات الاستهلاكيه؟ الاسواق اكتر من السوبر ماركت، يعني السوبر ماركت بروح مره او مرتين في الشهر، لكن السوق كل يوم. بتحسي بقى بايه بقى وانت نازله السوق وستات؟ اه كان نفسي. شكرا يا سوسن. طيب بمناسبه الفصال، احنا معانا مشهد لام رتيبه لو تفتكروا، واحد كان من الافلام المصريه الجميله بطاطا. ومشهد قوي جدا عن الفصال، خلينا نشوفه. نرجع مره ثانيه في النهار الجديد. مرتيبة كانت مثال للست اللي كانت بتخلي البياع ممكن يبطل الشغلانة، وفي رجالة كتير جدا بطل افترة. والله العظيم في ولاد بيخافوا ينزلوا مع مامتهم، لان أيوه؟ ساعات مامتهم هما بيبقوا شايفين بيستحوا، يعني ان مامتهم بتضايق البياع، بس انت مش المفروض ان انت تتكسف من حاجة زي كده خالص. بس هي مش بتضايق البياع، هي مش قصدها تضايق البياع، هي عايزة تاخد احسن سعر واعلى جودة. مش ده يعني، مش ده على فكرة، ده حقها الطبيعي، يعني حق اي انسان في الدنيا ان انا اخد سعر حلو. ايوه طبعا، بين البايع والشاري يفتح الله. دي بس خلاص، دي قاعدة. وانا ضربتك على ايدك بس كده. بس في ناس بتتكسف ان هي تبقى رايحه مع مامتها او رايحه مع باباها مثلا، بيحب يفاصل او يقول لك لا وانت ليه يا بابا شكلنا هيبقى وحش، ما اللي يقول لك عليه يدفع. لا فاصل، ده حقك طالما المكان بيسمح بالفصال، لكن ما تبقاش انت داخل مثلا مول ولا محل وتقول له انا عايز افاصل، يعني ما تبقاش داخل مثلا محل من المحلات الكبيره البراند الكبيره وتروح قايل له انا، يقول لك مثلا دي سعرها 200 جنيه فتقول له لا ما انت مشيها 180. لا ما هو مش بايديه، ده في كمبيوتر هو اللي بيبيع، فهيبقى صعب قوي الموضوع ده. فروح الاماكن اللي ليها علاقه بالفصال، خصوصا ان في مصريين كتير جدا بيسافروا بره مصر يفصلوا عادي جدا. احنا بنقف بنخلي، انا في واحد خليته نطق بالعربي قبل كده، اقسم بالله واحد كان في تايلاند زهقته من الفصال، قال لي حرام عليك حرام عليك. شفت؟ بس يعني انا عايز اقول لك على حاجه، تايلاند مثلا من الاماكن اللي ما ينفعش تمشي فيها من غير ما تفاصل، طبعا لان هو اصلا خلاص دي طبيعه المكان. عارف انه ناس كتير، تجار كتير جدا بيجولوا، وناس كتير جدا جايه من سفر وكده، فخلاص هو انا كان في جزم. ناخد الحاجه ليلى تفصل بينا تحل المشكله دي. ازيك حاجه ليلى؟ ليلى صباح الفل. صباح الفل عليكم. عامله ايه يا حاجه ليلى؟ ازيك يا خالد؟ ازيك يا سمسم؟ ازيك يا حبيبتي؟ اخبارك ايه؟ عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. النهارده الحلقه بتاعتكم جميله جدا. يا رب يخليكي يا حاجه ليلى، ربنا يخليكي، تسلمي لي. انت طبعا شاطره في الفصال يا حاجه ليلى، صح؟ اه والله يا خالد. لا لا، انا هقول لك بقى، انا بتحرج جدا ان انا افاصل لسبب. لما اروح انزل السوق، انا فعلا برضه زي اسماء ما قالت برضه كده والدتها، احنا الستات كبار بنحب الحاجات دي. اه وانا والله برضه. فطبعا انا بيصعب عليا الست بتبقى جايه من بعيد وشايله الحاجه ومتبهدله في المواصلات. بتحب يعني بتصعب عليا ان انا افاصل بقى واحس فيها يعني الحقيقه. الناس اللي هم اللي بيبيعوا الحاجات اللي في السوق. وبرضه حتى لما بركب تاكسي برضه بحس ان انا برضه بتحرك برضه. ليه برضه التاكسي رايح جاي؟ يعني برضه ببقى يعني في وقت ابقى فاضي لف. لذلك ان هو اقول له عايز كام يقول لي الجديد. ايوه بس ما يكونش مستغل يعني يا حاجه ليلى، يعني ما يستغلش. لا انا هقول لك، ما انا هقول لك يا حبيبي. انا لما بلاقي الحاجه زايده قوي ممكن اديله يعني، بس انا في وقت مثلا يقول لي 10 اديله 15. ليه؟ بيصعب عليا برضه. يعني طب والله ده جميل، بس ده بس انت بتعملي كده يا حاجه ليلى برغبتك بمزاجك زي انت عايزه تعملي ده. لكن انا بتكلم مثلا لو انت نزلتي السوق فلقيتي ده بيبيع مثلا الطماطم بسعر وده بسعر وده بسعر، مش هتفاصلي وتقولي له مثلا ده انا شفتها عند الراجل اللي قبلك ب 4 جنيه ليه هنا ب 5 جنيه؟ هو بقى قال لك اصل دي حلوه، دي من على الوش، مش عارفه ايه كده يعني. انا هجيب الحلوه اللي هي تعجبني وخلاص. الحاجة ليلى واضح ان هي ما بتفرقش معاها. هي بتدخل يعني ده موجود وده موجود. ممكن يعني ممكن يا اسماء بس اوجه ان ده من البرنامج بتاعك. يا سلام، ده احنا عنينا يا حبيبتي، ربنا يخليك. اتفضلي. انا بس عايزه اتوجه يعني للرئيس السيسي، انا بعزه جدا، ربنا يحميه، انا بدعي له قبل ولادي وبقول له بس يا سياده الرئيس انتبه للناس اللي بتروح تتركن في السفارات دي، سفاره بريطانيا وسفير بريطانيا اللي بتنطط هنا وهنا، احنا ما بنسمحش لسفارتنا هناك تعمل كده. وبرضه بتاع امريكا ده اللي عمال يتنطط، والنشطاء واللي يعني لازم يحدوا بالموضوع ده. الواحد طب انت عايزاهم يعملوا ايه يا حاجه ليلى؟ طيب لا دلوقتي السفير يقوم بمصلحته هو في مكانه، ما يخربش في البلد اللي هو قاعد فيها. يقعد يلم شويه النشطاء اللي بيقولوا عليهم التجاره اليومين دول كده، ويقعدوا يعملوا ويخططوا لنا حاجات. لا احنا بلد مش شويه،
طبعا مش شويه، احنا بلد مش شويه، محدش يقدر يقول حاجه. هو اي حد موجود في البلد او بشكرك يا حاجه ليلى في سفاره هو ضيف على عيننا وعلى راسنا من فوق، بيأدي عمله وبيأدي شغله زي ما احنا متواجدين. لكن اكيد برضو يا حاجه ليلى يعني بغض النظر عن اي حد، احنا مش هنسمح ان اي حد يتدخل بالظبط، وما تلاقيش اي حد بيحاول يتدخل بشكل اكيد غير الدوله شرعي مش هتسكت في اي حاجه ليها علاقه بسياسه الدوله، فما تلاقيش احنا ما بنتحشرش في حياه حد. ما احنا سايبين العالم كله عايش براحته زي ما هو عايز، تركيا انقلبوا ما انقلبوش، ما احنا سايبينهم عمال يدبح ويعدم ويعتقل ويقفل، ما حدش جه جنبك، ما حدش جه يكلمك، مالكش دعوه بينا بقى. صح صح صح. اه كده. اه احكي لك على موضوع الجزم. ارجوك. انا دخلت على بياع قال لي الجزمه ب 400 بط. 400 بط دي 400 بط يعني انا هقول لك انا سنه جنيه كان يعمل له ساعتها 80 جنيه 80 يعني جنيه مصري حاجه زي كده. ال 100 بط كانت ب 20 جنيه مصري. فانا كانت جزمه جنت. انا بلبسها لغايه النهارده جزم كده مفتوحه كده وهواء ويعني جامده جدا. تمام. فالمهم قلت له اوكي انا هاخد دي، انا على اساس ان انا هاخد واحده، فقلت له انا هاخد دي. بعد كده رحت طلعت فتله لان هم هاند ميد كلهم، فالفتله في فتله طالعه كده، فقلت له لا دي فيها فتله دي بايظه ما تنفعش في عيب. فقال لي خلاص هنزلها لك، اخديها لك ب 200. هو من نفسه قال لي ب 200، فانا حسيت ان هو عنده المجال. 400 بط ال 200. طب ما هو ده اجبرك بقى على الفصول. انا هاخد اربعه. قلت له هاخد بلاش اربعه دي نزلها. ماشي. خدت الاربعه بكام بقى؟ خدت الاربعه بكام؟ خدت الاربعه ب 400. يعني خدت الاربعه. طب ما انت ناصح اهو. لا ده انا ناصح قوي. طب ما انت يعني ما شاء الله عليك. والله النهارده بلبس الجزم دي جامدين جدا. لا اخدت انا اخدت الاربعه الاثنين والاثنين ب 400. يعني في شطاء. يعني هي 300% صح يا رضوى، برافو عليك، انت كده وفرت 300%. طبعا، وده فصال مقبول يعني الناس اللي بتسافر فار ايست والحتت اللي هناك. ما شاء الله عليك. فده فصال مقبول. في مثلا مناطق واسواق كتيره جدا عندنا هنا في مصر الفصال فيها مقبول، يعني في مثلا عندنا السوق بتاع السيده زينب مثلا، السوق اللي هو كان ب 2.5 وتعالى بص. على فكره ما زال دلوقتي ما بقاش ب 2.5. لا 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 لا، على فكره في محلات شهيره جدا في مولات كبيره جدا ب 2.5 وتعالى بص. ما فيش تعالى بص، هي ب 2.5. ده اللي هو كله ب 2.5. كله ب 2.5. وعلى فكره مثلا في الحمام مثلا في اسكندريه اللي طريق الساحل هلاقي كل المحلات هناك 2.5 جنيه ونص 2.5 جنيه ونص. لا ما زالت موجوده، ما زال جنيه ونص 2.5. بس انا قبل كده شفت في مول لقيتها كله ب 15.5 بدل ب 2.5. اني 15.5 كان مول من المولات الكبيره محل اللي هو اللي كان المفروض شبه المحلات اللي هو كله ب 2.5 ده. وكان كاتب بره كله ب 15.5. ليه بقى؟ الاسعار زادت بقى. هو عيب هقول لك الاسعار زادت منين برضو، نفس الازمه. اما كنت تدخل للمحلات دي كنت يعني على الاقل تلاقي حاجه فيها صنع في مصر. فكانت حاجه بتشيل حاجه. دلوقتي كله صيني. يعني اللي مجنني دلوقتي وبرضو لازم نتكلم في الموضوع ده، احنا داخلين على المدارس، الناس عارفه من بدري ان احنا عندنا مدارس، عندنا طلاب قد كده، اللي ما فيه واحد فكر يفتح مصنع اقلام الوان ولا اقلام رصاص. بس ما عندناش فعلا ولا اقلام جاف، كلها صنع في الصين. ما عندناش ولا مصنع محلي. يا سيدي ما انا عندي واطفال في مدارس. لا بس ثانيه واحده، ما يمكن موجود بس مش متوفر مثلا حوالينا. يا سيدي انا اللي بشوفه واللي بقى منتشر في المكتبات دلوقتي، انا ما اعرفش، انا بنزل كل المكتبات على كل المستويات تمام، وحتى اللي موجود في الاماكن المشهوره اللي بتبيع. احنا داخلين على موسم المدارس، اللي واحد بس ما فكرش في مشروع. يعني الناس اللي عماله تاني تتكلم على المستثمرين اللي بره يا خالد، يجي المستثمر ما ينورنا، ده احنا عايزين 500 مستثمر من جوه البلد يكفي احتياجات الشعب ده، بدل ما احنا عمالين نعيط على ال بس احنا بنعمل كراريس. صح، بنعمل كراريس. بنعمل انا شفت كراريس صبح في مصر. ما هو زمان كان في كراريس برضو كتير جدا، بس يعني مشروعات دلوقتي خلاص بقى. طيب خلاص، بدل ما ندخل في مواضيع كتيره بعيدا عن الفصال، خلينا نشوف كده لما سالنا الناس عن الفصال في الشارع قالوا ايه، ونرجع مره تانية في النهار الجديد. ليه الست المصريه مشهوره بالفصال؟ هي الست المصريه هي المسؤوله عن البيت، الراجل بيبقى مثلا في الشغل وبيديها، هي بتتصرف في البيت، فشيء طبيعي ان بتبقى عامله ميزانيه معينه، فبتنزل السوق او بتنزل المكان عشان تشتري، لازم هي تفاصل عشان تحاول توفر في الحاجه، لان دي الحاجه اساسا نازله غاليه وهي اساسا امكانياتها بتبقى ضعيفه.
وطبعا لازم غصب عنها بتفاصل. الست المصريه مشهوره بالفصال لان هي يعتبر هي اللي ماسكه الميزانيه بتاعت البيت، توفر مثلا من هنا نص جنيه، من هنا جنيه، من هنا جنيه ونص، تمام؟ فبتزود بيه حاجه ثانيه. من طيبتها بحسن نيتها بتحب تفاصل يعني، وهي بتحب تشتري كتير، فمتقلقه انها هتضحك ان الحاجه دي غاليه. اكتر حاجه تفاصل فيها لما تنزل تشتري القماش، لبس العيال، الحاجات دي، لكن لا تفاصل في قوطه ولا خضار ولا لحمه ولا فراخ ولا اي حاجه. هي عامه بتفاصل في الخضار على طول، تبص تلاقي مثلا تنزل السوق تسال البطاطس هنا بكام وهنا بكام وهنا بكام، وتاخد اقل سعر برضو عاوزه تفاصل فيه اللي هو الخضار اللي هي اهم حاجه حاجه البيت اللي هي الخضار. الخضار، الخضار دي اكتر حاجه طبعا. الملابس، الملابس ساعات اسعارها بتبقى اوفر عاليه، وست مصريه ناصحه قوي في شراء ما بتحب تشيل ملابس يعني كتير يعني. هو الخضار ما فيش اي حاجه فصل غير الخضار، لكن اللبس اساسا بيبقى محطوط عليه السعر بتاعه، هنفصل في اللبس هنفصل في الخضار. بتفصل في كل حاجه، حتى لو اللحمه مثلا ب 80 جنيه لازم تاخد فوق من اللحمه مصوره تعمل منها شويه شوربه. احساس الانتصار ده مهم جدا، صح؟ ان احنا ننتصر، يعني هو الفصال هو في الاخر هو شعور نفسي اكتر من ان انت هتكسب فلوس وتوفر فلوس كل الكلام ده كله، بس هو شعور نفسي. يعني انت كده لو جيت طبقته على كل الناس اللي حواليك، فكره ان هو وفر جنيه في حاجه هو احساسه نفسيا ان هو انتصر. طب بص، لو احنا قلنا ان كل حاجه بقت في السوق، المنتجات كلها اللي موجوده اتسعرت بشكل رسمي، وبقى في رقابه وبقى في جهاز حماية مستهلك بجد، الناس مش هتبقى لقينا ان السعر ده ممكن يبقى هو الحقيقي او مش الحقيقي، صح؟ صح. فهتشتري على طول، ولو ان ده زي ما قلنا في كل الاماكن اللي فيها اسواق حرة في العالم كله فيها فصال، طالما بتعتمد على الصناعات اليدوية فانا بالزبط. طبيعي ان انا عملت المنتج انا كلفته 3 جنيه بس انا عايز اكسب فيه جنيه، في اسماء ممكن تبقى عايزه تكسب فيه جنيه ونص، ممكن يبقى حد تاني عايز يكسب فيه 75 يعني قرش وهكذا. ناس كتير بعتت لنا على فكرة على الفيسبوك وعلى تويتر الاراء ان الست المصرية اشطر، طبعا اكيد اشطر، ناصحة اكيد ناصحة، مظبوط، بتحب توفر لبيتها اكيد بتحب توفر لبيتها، بتحب الفصال، لو قالت لك لو قلت لها حاجة ببلاش هتقول لك ببلاش الا ربع، ماشي صاحبك ماشي ببلاش الا ربع، هي يمكن محتاجة الربع. واحد تاني بعت قال لك هي بتروح عند الجزار تقول له اديني كيلو لحمة ومعاه ماسورتين اعمل عليهم شوربة، طب ما هي ناصحة برضه. ايوه، هي الفكره ان هي تطلع منه باي حاجه، ما هي نصاحه، انا اطلع من البياع باي حاجه. لا زياده، لا يعني مثلا عايزه اقول لك على حاجه، هي راحت جابت كيلو لحمه، خلاص، فقالت للجزار المواسيب دي، ساعات الجزار بيقطعها وفي ستات بتجيبها عشان تستعمل النخاع للشعر وحاجات كتير قوي والكلام ده، خلاص قالت له اديني ماسورتين، خدتهم عشان تاني يوم هتسلقهم ولا تالت يوم تعمل عليهم شوربه، تعمل بقى حله محشي، طب ما دي نصاحه يا جماعه، انت زعلان ليه؟ ماشي الجزار اداها بمزاجه ولا هي اللي خدتها غصب وإتدار؟ ها؟ لا، خدها بمزاجه، طالما بمزاجه يا باشا خلاص، بدأت بالتراضي، بالتراضي وبين البيع والشاري يفتح الله، والشاطرة تغزل برجل حمار، بس برجل حمار. طيب، احنا دلوقتي اتكلمنا عن الفصال بشكل عام كده، ملخص سريع، الست المصريه شاطره في الفصال 100 100، ناصحه زي الفل، الفصال مش مقتصر على طبقه اجتماعيه، لا فاصل، طالما حقك في الفصال وطالما انت بتشتري حاجه صناعه يدويه في سوق حر فمن حقك ان انت تفاصل، واحنا كمان محتاجين فاصل. بس ممكن اقول قبل الفاصل، قبل الفاصل، ستات فاصلوا، اشتروا من الاماكن اللي فيها سعر توفروا بيه، انتوا طول عمركم قادرين، حافظوا على ميزانيه بيتكم، وحتى كمان يعني ما تقدري توفري فلوس تقدري تعملي بيها حاجات كتير، استمر. يلا بينا فاصل ونرجع مع اسماء، هتكمل معاكم يحدث في مصر ونكمل فقرات نهار جديد، خليكم معانا. يا صباح الفل عليكم، ورجعنا لكم تاني نكمل يحدث في مصر، يعني بعد ما خلصنا بقى يعني بدايه الحلقه واللي احنا كنا دايما بنتكلم فيها عن جدعنه الست المصريه شطارتها، الفصال في حدود المتاح، بس ما نبقاش بنتشطر برضو على البياع الغلبان، ولما نروح مكان تاني نقول يعني لا 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 انا ما اقدرش افاصل هنا، احنا لازم ندور على السعر المناسب لينا، على السعر اللي يوفر لينا، ولو اكيد لقيتي امكانيه للفصال هتوفر لك
فصل. تعال بقى نشوف مصر باذن الله هيحصل فيها ايه النهارده. النهارده هتستأنف محكمه جنايات القاهره المنعقده بمحكمه جنوب القاهره، دي نظر هيبقى المفروض عندنا فيها عفوا نظر قرار منع 7 أشخاص من التصرف في اموالهم، بينهم بقى الناشط الحقوقي جمال عيد وحسام بهجت واسرتهم وبهية الدين حسن ومصطفى الحسن وعبد الحفيظ طايع على خلفية التحقيقات اللي بتجرى بشأنهم في قضية تلقيهم تمويلا أجنبيا من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون بمبلغ يزيد عن 1.5 مليون دولار. النهاردة كمان هيزور وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالي الشربيني محافظ البحر الأحمر لوضع حجر الأساس في مدرسة على الطراز الياباني. احنا طبعا عارفين انه يعني من قبل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لليابان وكمان بعد الزيارة ان في بروتوكولات تعاون كتير جدا تم توقيعها ما بين مصر واليابان وايضا بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي علشان يتم بقى فتح كمان مدارس على الطراز الياباني، ودي من ضمن مجموعة المدارس اللي هيتم فتحها بإذن الله على مدار الفترات القادمة. كمان النهاردة نقابة المهندسين المصرية هتنظم ندوة بعنوان استعادة دور مصر في أفريقيا، واللي بتقيمها لجنة أفريقيا، وهيتحدث فيها الخبير حلمي شعراوي، وهيعقب عليه الكاتب الصحفي الأستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق. نروح لمديرية الشباب والرياضة بالأليوبية اللي هيبدأوا النهاردة في تنفيذ برنامج الفنون التراثية، وده تحت شعار أنا إنسان أنا منتج للطلائع، ويستمر البرنامج حتى الأول من سبتمبر القادم، وده هيكون يوم الأحد والثلاث والخميس من كل أسبوع بمركز شباب الدريج التابع لإدارة شباب كفر الشيخ وبمشاركة 300 يعني طليع بقى من أعضاء المركز اللي هو الطلائع أنا إنسان أنا منتج. الحقيقة شعار جميل جدا نتمنى انه باذن الله يتحول الى حقيقه. محافظه القاهره النهارده هتعمل حمله امنيه مكبره جدا بالتعاون مع القوات المسلحه والشرطه وجميع الاجهزه التنفيذيه، وده على يعني جميع احياء المحافظه لازاله بقى الاشغالات الباعة جائلين اصحاب المحلات المخالفه، وطبعا ده بعد ما حصل شكل وتطوير لمحافظة القاهرة ابتدينا نلاقي ان البائعين الجائلين ابتدوا يرجعوا تاني، وابتدينا نلاقي انه الاماكن اللي تم تجميلها ورفضوا طبعا يروحوا الاسواق اللي كانت طبعا منها سوق الترجمان اللي تم اعداده ليهم، لكن احنا بنقول النهارده هيحصل في حملات، فبنتمنى ان جميع الباعة الجائلين يلتزموا بالقرارات ويتوجهوا للأماكن اللي هم المفروض يكونوا متواجدين فيها. كمان النهاردة مركز ثروة عكاشة الثقافي التابع للمركز القومي للسينما برئاسة المخرج أحمد عواد هيكمل نشاطه وعروضه السينمائية تحت إشراف سيناريست مجدي الشحري، وده بعرض الفيلم الروائي التونسي ما نمتوش، وده هيكون الساعة 7. البنك المركزي هيطرح النهاردة نيابة عن وزارة المالية سندات خزانة حكومية بقيمة تبلغ 3 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 2.5 مليار جنيه لأجل 5 سنوات، وده هتبلغ قيمة الطرح الثاني 500 مليون جنيه لأجل 10 سنوات. النهاردة كمان هيسلم المحافظ اللواء محمود العشماوي منزل وقطعة أرض دي بمساحة 7 فدان لكل خريج ل 130 شاب ومنتفع، مبروك عليهم يستلموهم يا رب بسلامة ويعمروهم بإذن الله. نروح بقى لبيت السيناريو الأثري التابع لمكتبة الإسكندرية، لأن هم النهاردة يعني هم بينظموا برنامج أغسطس الثاني، وده برنامج مهم جدا لأنه من ضمن الورش الصيفية للأطفال والنشأ، وده هيكون في تمام الساعة 10 الصبح. المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع شركة نوف إكسبو الكويتية دي هتعمل مؤتمر صحفي عشان ينطلق المنتدى العربي للحكومة الإلكترونية المتواصلة الطريق إلى التنمية المستدامة. المقرر عقده ده طبعا هيكون برعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبرعاية الوزير المهندس ياسر القاضي، وده هيكون في شهر سبتمبر 2016 إن شاء الله بإذن الله في مدينة السلام شرم الشيخ في نهاية العام الحالي. مركز دال بقى للأبحاث والإنتاج الإعلامي التابع لمؤسسة مأمون بلا حدود هيكمل فعاليات نادي دال للكتاب، وده هيكون النهاردة الساعة 6 مساء اليوم بمقر الأبحاث بجاردن سيتي.
كمان محافظة جنوب سيناء عندهم النهاردة حملة مهمة جدا، ودي طبعا كان فيه شكاوي كتير قوي وصلت من سيناء على مدار الأيام اللي فاتت تتعلق بالنظافة. النهاردة في حملة نظافة في مختلف مدن المحافظة تحت شعار حلوة يا بلدي. نتمنى أنه أبناء يعني محافظة جنوب سيناء وسكانها يشاركوا فيها وكمان يساعدوا أنه تستمر هذه الحملة على طول. النهاردة هيحيي فريق فؤاد منيب حفل على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية الساعة 8 مساء. فرقة يوتيوبا دي هتعمل مسرحية بقى نوبة صحيان، دي هتكون النهاردة الساعة 7:30 وهتكون في ساقة الصاوي على مسرح الحكمة. وسلسلة أتيليه هتقيم برضو في الساقية وجولة في عالم الرسم والنحت هيكون في قاعة الكلمة النهاردة الساعة 7 مساء في الساقية. نروح بقى لعشاق الساحرة المستديرة والكورة، يعني اللي بنتمنى كده بإذن الله الأحوال القروية في مصر تستقر على خير. النهاردة هيواجه الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك يعني الساعة النهاردة 8:30 نادي إنيمبا النيجيري، وده في إطار منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا في استاد بوترو سبورت. وإحنا عايزين يعني طبعا نتمنى يعني التوفيق طبعا أكيد للنادي المصري نادي الزمالك، وطبعا أي نادي بيلعب باسم مصر، أي لاعب في أي رياضة في أي مكان إحنا بنتمنى للتوفيق يا رب. تعالوا بقى زي ما شفنا مصر النهاردة يحصل فيها إيه بإذن الله، نتمنى يحصل في مصر كل خير. تعالوا نروح لزميلنا كريم الشيخ نطمن منه على الحالة المرية في مصر النهاردة. صباح الفل عليك يا كريم. صباح النور يا اسماء. يعني بطبيعة الحال النهاردة يوم الاثنين بيبقى معروف يعني من وسط أيام الأسبوع إنه هو بداية الأسبوع، وبطبيعة الحال بيبقى الأكثر زحاما. يعني عاوزين نعرف هل فعلا المعلومة دي صحيحة النهاردة على أرض الواقع ولا لا. بنرحب بالرائد مجدي حشيش المشرف على غرفة العمليات المركزية بالإدارة العامة لمرور القاهرة الكبرى. برحب بحضرتك يا فندم، وعاوزين حضرتك تكلمنا عن الحالة المرورية دلوقتي. صباح الخير يا فندم، تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل السادة المشاهدين. احنا فعلا كما زي حضرتك أشرت موجودين فترة الذروة الصباحية، ولكن بحمد الله الأمور تسير بشكل جيد جدا على كل المحاور داخل مدينة القاهرة. يمكن بعض الملاحظ البسيطة جدا أو تجميع في الميادين الهامة والإشارات الكبرى، وأيضا في بعض الأحجام المتوسطة أعلى كوبري أكتوبر وخاصة منطقة الوسط المعلقة ومنطقة أعلى المالية في الاتجاهين في بعض الأحجام المرورية المتوسطة، ولكن الأمور الحمد لله تسير بشكل جيد جدا بدون أي حوادث أو أعطال. يمكن يتعلق بالطرق السريعة، هل في أي كثافات مرورية أو حوادث على طريق سواء اسكندرية الزراعي أو اسكندرية الصحراوي أو حتى طريق الصعيد؟ خلينا نكمل حضرتك يعني في 30 ثانية داخل مدينة القاهرة. يمكن الملحوظة الأخرى أمام الجهاز المركزي للمحاسبات في شارع صلاح سالم في بعض البطء في الحركة، ده طبيعي جدا في هذا التوقيت نظرا لتوافد الكثير من المواطنين والعاملين على منطقة الأجهزة في هذا المكان. على ذلك الأمور داخل مدينة القاهرة بتسير بشكل جيد جدا. خارج مدينة القاهرة الأمور طبيعية أيضا على كل المحاور. عندنا ملحوظتين، ده خارج مدينة القاهرة في الطرق المؤدية لمدينة القاهرة، طريق إسماعيلية في اتجاه القادم من القاهرة اتجاه الإسماعيلية أمام المركز الطبي العالمي كان عندنا بلاغ بكسر ماسورة مياه رئيسية في هذا المكان. تم التنسيق مع حي الشروق ومرفق مياه الشروق، تم سحب وغلق مرفق مصدر المياه، تم شفط جميع المياه الموجودة أمام المركز الطبي العالمي عدا يعني مسافات بسيطة جدا بيتم الانتهاء منها الآن. الملحوظة الأخرى على الطريق الزراعي القادم من مناطق الوجه البحري اتجاه مدينة القاهرة في بعض الأحجام المرورية المرتفعة من بداية من كوبري أليوب وحتى أسفل الدائري. هذه المنطقة عادة ما بتشهد معانا أحجام مرورية مرتفعة في هذا التوقيت، بتستمر معانا وحتى الساعة 9 صباحا. دي أمور طبيعية جدا بدون حوادث أو أعطال، هي فقط لكثرة الأحجام المرورية الوافدة من مناطق الوجه البحري اتجاه مدينة القاهرة. يمكن على طريق الدائري جميعه الأمور بتسير بشكل طبيعي جدا، حتى في مناطق الأعمال أعلى الوراق وأعلى المروطية تم رفع هذه الأعمال الساعة 6 صباحا، والأمور في هذه الأماكن بتسير بشكل طبيعي جدا حتى الآن. بشكر حضرتك الرائد مجدي حشيش المشرف على غرفة العمليات المركزية بالإدارة العامة لمرور القاهرة الكبرى. أعود إليك مرة أخرى في الاستوديو أسماء. كل الشكر طبعا لزميلنا كريم الشيخ من الإدارة العامة للمرور، وشكر موصول أيضا لضباط وأفراد الإدارة العامة للمرور. طبعا توصلوا يا رب كلكم بألف سلامة، ونخلي بالنا من الملاحظات طبعا المرورية يعني
خلي بالنا. طيب انا بس عايزه اقول، كانت في ناس امبارح بعتت لنا على الحلقه امبارح اللي احنا كنا اتكلمنا فيها، والحلم الاخواني المريع اللي بتستعيده تاني يعني هذه الجماعه الارهابيه في محاولات كتير قوي منهم. امبارح برضو كان من اللافت للنظر ان جريده اليوم السابع امبارح، موقع اليوم السابع كمان، نشر تويته للارهابي طبعا الهارب احمد المغير، وهو بيقول مين قال لكم، طبعا يا ريت يا علي تجهزها لنا، مين قال لكم ان اعتصام رابعه ما كانش مسلح؟ لا طبعا الاعتصام كان مسلح، وكان عندنا اسلحه كتير قوي تقدر تواجه الداخليه والشرطه، لكن على ما يبدو ان احد الاخوان هناك قال لهم انه يعني او يمكن تعاون بشكل ما، فقدروا يخرجوا جزء من هذه يعني اللي هي كانت كبيره جدا، اللي هو زي ما قال عليها كلانشكوف وحاجات كده، وده على لسان احمد المغير، وده يعني تناقلته او تناقلوا موقع اليوم السابع. هحضر لكم التويته دي، بس يعني لو ما اسعفناش الوقت، وانتوا تقدروا كمان تدخلوا على موقع اليوم السابع تشوفوا احمد المغير وهو بيقول مين قال لكم ان الاعتصام ما كانش مسلح؟ لا كان مسلح، وكان عندنا كلانشيكوف ومش عارفه ايه، وكان بيتباهى بمدى التسليح اللي كان موجود في رابعه. الجزيره بتاعت عليهم بتقول كانوا جرحى، يا ريت بتحط تويتت احمد المغير في الفيلم بتاع كانوا جرحى. طيب خلينا نروح للموجز اللي على رأس كل ساعه مع زميلتنا ايه عبد الرحمن، وبعد الموجز هنكمل معاكم نهار جديد. هيبقى معانا فقره مهمه جدا هنتكلم فيها عن ولادنا، هل احنا محتاجين ان يبقى في برنامج تاهيل للاطفال وللطلاب في سن المراهقه؟ هنشوف المبادره اللي عملتها الهيئه العربيه للتصنيع علم ابنك حرفه. بس نروح دلوقتي لايه. صباح الفل عليك يا ايه. صباح الخير وسام، برحب بيكم مره تانية وبصبح عليكم في نهار جديد ورجعنا لكم. واحنا طبعا عارفين ان احنا بنعيش دلوقتي في اجواء اجازات المدارس، اجازات المدارس الصيف، لسه المدارس طبعا يعني في ناس هتبتدي تدخل مدارس اول سبتمبر اول 9، وفي ناس ان شاء الله باذن الله راجع المدارس طبقا كده يعني للمواعيد اللي احنا عارفينها دلوقتي، هيبقى مثلا بعد العيد الكبير بمده شويه. بنيجي فتره الصيف، ولادنا مهم جدا 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 ان احنا نسال بعد ما الاولاد يروحوا المصيف ولا يصيفوا ولا يقضوا الاجازه هيعملوا ايه؟ طب ما هم قاعدين طول النهار بيلعبوا او بيخرجوا يتفسحوا او قاعدين في البيت قدام الكرتون، او لو هم بقى المرحله اللي احنا بنتكلم عنها اكبر شويه فبقى قدام التلفزيون او ماسكين التليفون او قاعدين على الانترنت او ماسكين الايباد او اي حاجه، ما بيعملوش اي حاجه عشان يواجهوا ظروف الحياة، عشان يتعلموا أو ياخدوا يكتسبوا خبرات تأهلهم بعد كده في المستقبل، سواء بقى يعني الشباب بشكل عام أو المراهقين بشكل عام، طبعا من يعني من الذكور والإناث. وأحيانا ممكن نجبرهم يقعدوا في البيت فيبقوا برضو قاعدين زهقانين ويبقوا عرضة للاكتئاب عشان ما بيكونش مثلا في إمكانية على الخروج بشكل يومي، او ما بيكونش في مثلا في امكانيات على ان احنا نروح المصيف نقعد فيه مثلا اسبوع ولا اسبوعين او شهر او نسافر كل اجازه. وحتى لو الامكانيات دي موجوده، ده لازم برضو احنا نشوف الجزء الثاني، ان مش ده اللي احنا محتاجين طول الوقت نديه لاولادنا. كل الاسئله دي اي اب واي ام في الدنيا عندهم ولاد في بدايه سن المراهقه بيفكروا في كل الكلام ده. كتير منهم كمان يقول لك طب انا هخلي ابني يعمل ايه يعني ما انا اصل انا بوديه مثلا ياخد كورس، ده كويس حلو جدا، ممكن اوديه دوره تدريبيه، ممكن اوديه كامب في الصيف، لكن احنا بنتكلم ان احنا دلوقتي يمكن اسر كتير جدا واسرنا واهالينا ممكن يكون الظروف الاقتصاديه شويه يعني مش متاحه ان احنا يبقى عندنا تكلفه الفلوس ان احنا نودي كورس او مركز تدريب بره. ساعات في بعض الاسر بيعرضوا الفكره، يعني يقول لك ايه لا ما انا ما اوديش ابني او بنتي لا انا ما ببوظش عليه الاجازه. لكن احنا عندنا النهارده مبادره خرجت من كيان صناعي عملاق. الكيان الصناعي ده بيقدم لنا كلنا منتج مصري، اللي هو المنتج المصري اللي احنا عايزين نشجعه، اللي هو اصلا اساس الصناعه، يعني ستات امهاتنا
في البيوت اللي كان عندهم الاجهزه الكهربائيه قبل ما تطلع على الشركات دي كلها، كنت تلاقي البوتاجاز، التلاجه، الغساله في البيت، الهيئه العربيه للتصنيع. احنا بنتكلم على انتاج مصري، انتاج حربي ومدني. اللي عملت الهيئه العربيه للتصنيع هي اللي عملت المبادره اللي احنا بنتكلم عنها النهارده، علم ابنك حرفه في الصيف. ده لتدريب الطلاب في فتره الاجازات من سن 12 سنه لحد سن 15 سنة. هستقبل استفسارات طبعا حضراتكم، اللي عايز يودي ابنه مركز تدريب، اللي عايز يسأل هل ظروف ابنه تسمح ولا لا، طب ازاي انا ابني يشترك في المبادرة دي، طب يتعلم ايه، طب الحق الصيف اللي فاضل ازاي، طب انا خرجت وفسحت ومش عارفة اعمل ايه بقية الاجازة، شاركونا النهاردة. خلوني ارحب بضيفي اللي منورني في الاستوديو، المهندس اشرف خليل، رئيس قطاع الموارد البشرية بالهيئة العربية للتصنيع. اهلا بحضرتك يا باشمهندس ومنورنا. يعني انا في البدايه عايزه اقول لك ان انا سعيده جدا بالمبادره دي، لان احنا كلنا كامهات عندنا ازمه، يجي الصيف احنا مش عارفين نعمل ايه مع الولاد، سيبهم يلعبوا ولا يصيفوا ولا يفضلوا قاعدين قدام التلفزيون ولا ماسكين الايباد ولا ماسكين الموبايل وخلاص. بس فكره علم ابنك حرفه في الصيف مش غريبه شويه على الهيئه العربيه للتصنيع؟ هو الحقيقه الهيئه ليها دور ريادي طبعا في الصناعه، وبالذات في المجالات التنموية والمشروعات التنموية للدولة، لكن ليها دور آخر وهو دور تنمية المجتمع. عندنا دور خدمة مجتمعية بنشتغل بيه بكذا محور. تمام. أحد هذه المحاور هي المبادرات اللي رئاسة الهيئة بتبتدي تقترحها، وإحنا كجهات منفذة بنشوف إزاي الآليات اللي ننفذها بالصورة اللي ترقى ومستوى الهيئة ومكانتها في مصر. تمام. فاحنا لما ابتدينا مبادرة السنة اللي فاتت اقترحتها رئاسة الهيئة، مبادرة علم ابنك حرفة خلال فترة الصيف، كنا حاطين لها قبل ما نتكلم على تفاصيلها كنا حاطين لها الهدف بتاعها. الهدف الأساسي من المبادرة ان احنا نرسخ مبدأ احترام العمل. مبدأ احترام العمل على مبدأ احترام العمل مهما كان هذا العمل، هو عمل فني او غيره، أي مكان، هو مبدأ احترام العمل. كان الشق الآخر أو الهدف الثاني من تنفيذ المبادرة هو إن إحنا نعلم الأولاد حرفة بسيطة بيشوفها قدامه كل يوم. كل زي يوم مثلاً زي الكهرباء، زي النجارة، زي النقاشة، زي السباكة. في السن ده؟ في السن ده. وإحنا بعد يعني إحنا عملنا برضو مجموعة من المشاهد والدراسات، فوجدنا إن يمكن في الدول الأوروبية ده بيبتدوا يسمحوا للعمل بالناشئين من اول 16 سنه. وبالتالي هو العمل الفني يعني او اللي بيدرسوا دراسات فنيه، اعمال فنيه اكتر. فعشان كده يبقى السن من 12 ل 15 سنه هو انسب سن لاكساب الناشئ يقدر يكتسب بيه مهاره. تمام. فبالتالي كان شق اللي عندنا الاساسي ان انا اديله حرفه هو بيشوفها كل يوم، بيبص على الكهرباء، على الفيشه، على اللمبه، عايز يغير لمبه، عنده مشكلة في حاجة في السباكة يقدر يعمل نقاشة، الجزء موجود عنده في البيت محتاج يجدده، فبنديها له بصورة بسيطة ومبسطة. شغل التدريب ده الشق الفني. الشق الآخر هو شق تربوي وسلوكي، إن أنا إزاي في هذا السن أوري للولاد الولاء والانتماء اللي إحنا أصبحنا بنفتقدها في الكبار. طب فلازم من الولاد في السن ده ابتدي اكسبهم يعني ايه ولاء ويعني ايه انتماء، يعني ايه ان انت منتجك وبلادك فيها صناعه وطنيه تقدر تحترمها، يعني ايه احترام العمل وجماعيه العمل. وبالتالي حطينا مجموعه من الاليات لتنفيذ المبادره. تمام. الاليات اعتمدت على ان احنا ازاي نتعامل مع الولاد في هذا السن، ازاي نديهم افلام. ممكن كمان برضو يا باشمهندس، عفوا، ده السن برضو مراهقة، ممكن يكون في نوع من انواع التمرد، هو ده المساعي لاثبات الذات. بالظبط حضرتك. يعني حاجات كتير. عشان كده كنا بنقول الشق التربوي هو شق الالتزام، ازاي اكسبه سلوكيات. بنعرض عليهم افلام ثقافيه، افلام وطنيه زي قناه السويس، زي 6 اكتوبر، زي حياه العلماء. بنبتدي كل يوم لازم ياخدوا فيلم، كل يوم بنديهم ازاي يحافظ على نفسه،
ازاي يكون عنده فكر وتنبيه لذاكرته ان ياخد باله بصحته وسلامته واللي حواليه. بنديله ازاي يتعامل في عمل جماعي، ازاي يشتغل بجماعيه، الفرديه لا تفيد، الجماعيه هتفيد. كل دي مجموعه من المهارات اللي بنكسبها له خلال اليوم. طب بخلاف الشق الفني مثلا كان ممكن عندنا بعض الناس مثلا يقول لك لا انه ده انت بتشغل شخص قاصر فده ضد ما يطلق علينا حقوق الطفل وكل ده، يعني مع ان احنا بنشوف على النقيض تماما في دول كتير جدا وبقت موجوده في مصر نوع من انواع الالعاب الطفل بيتعلم فيها حتى من 4 سنين ان هو يشتغل شغلانه بسيطه وياخد مقابلها فلوس حتى لو ما كانتش فلوس حقيقيه يعني، بس ده موجود والناس بتروح تدفع فلوس عشان ولادها يعني يمارسوا الهوايه دي او يتعلموا العاب. هو هنا الهدف من المبادره مش ان الولد يشتغل، الهدف ان هو اكسبه احترام العمل، فبالتالي هو بياخد القصه كلها في اسبوعين، الاسبوع فيه 4 ايام عمل. يعني طب انا هستاذن حضرتك قبل ما يعني ناخد بس استاذ عبد العزيز من الجيزه ونكمل نشوف المده قد ايه. استاذ عبد العزيز ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك انت؟ اخبار حضرتك ايه؟ انا الحمد لله تمام كويس الحمد لله رب العالمين. انا بأيدك في موضوع تدريب الاطفال في الصيف. تمام. وانا رحت جنوب افريقيا وشفت ان هناك بيعملوا القصه دي بس بيقسموا وقت الطفل بين اللعب وبين التدريب وبين الدراسه. يعني دي انت تقصد حضرتك انها مستمره طول السنه مش في الصيف بس؟ لا هي في اجازه المدارس عندهم الاجازه بتتقسم ثلاث فيها دراسه في الصيف في يعني أفريقيا. تمام. ما بياخدوش الاجازه على وحدهم، فتره كامله على بعضهم. طب وحضرتك ليك تجربه ايه بقى؟ ليه تجربه برضو صديق ليا عنده شركه سياحه عنده بسم الله ما شاء الله اولاده بينزلهم الساعه 8 الصبح في اجازه الصيف يشغلهم لحد الساعة 2 وبعد كده ياخدوا السواق يودوهم النادي فمقسم شغلهم. فبس يعني هم في سن دلوقتي 12 أو 14 سنة بيعملوا كل شغل الطيران والتيكتينج والحاجات دي. ما شاء الله. مدام ياسمين بعد إذن حضرتك أنا كنت شاركت معاكي في حاجة قبل كده. اتفضل. ونشدت محافظة الجيزة عندنا الشارع مقفول مية تماما. اللي يعني في ممكن نربي فيه سمك. تمام. يعني ممكن دلوقتي نجيب سمك. طب معلش انا بعتذر سمك. انا بعتذر ممكن حضرتك تاني تفكرنا بعد اذنك بالمكان. المكان شارع القدس من كعبيش الطوابق فيصل وبنات سياده المحافظ بهدوء اهو. طيب يعني يا سياده المحافظ دي شكوى ما زالت مستمره. معانا الاستاذ عبد العزيز بيتكلم عن شارع القدس من الكعبيش طوابق فيصل. الشارع فيه ميه دي ميه صرف صحي يا استاذ عبد العزيز؟ ميه صرف صحي ولمينا فلوس. لا 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 من غير ما تلم فلوس ده حقك اصلا ما يعني ما فيهاش حاجه اسمها ان انت تلم فلوس، المفروض ان الحي ينزل. يا طيب يا استاذ عبد العزيز علي لو سمحت قبل ما نخلص النهارده بعد اذنك تتواصل لنا مع حد بقى الحي او محافظه الجيزه ضروري جدا لان واضح ان المشكله دي ما اتحلتش. انا افتكرتها يا استاذ عبد العزيز ما نسيتهاش، بس واضح ان احنا يعني مناجدتنا للمحافظة معرفش ما سمعناش، احنا بنكرر تاني لانه ما ينفعش الناس تفضل قاعدة في الشارع في وسط مياه صرف صحي واحنا بنتكلم على بيئة نظيفة ومجتمع وحق الفرد في المجتمع. بلاش التكاثر والناس اللي ما بتقومش بدورها، قلة الضمير اللي بتخلي الناس تكره عيشتها. بشكرك يا أستاذ عبد العزيز وأرجو يعني أوعدك هتابع معاك ولو سمحت يا علي تفكرني. نرجع يعني خلاص ارجوك يا علي حاول نرجع لحضرتك تاني يا باشمهندس. فكره يمكن استاذ عبد العزيز قال ان هو شايف انه دي تجربه موجوده جنوب افريقيا انه ده يعني بيشجعوا الاطفال على العمل وتقسيم الاجازه كمان ما بين العمل والدراسه. حضرتك بتقول المده بتاعه الدوره اسبوعين. تمام. اسبوعين واحنا بناخد يعني احنا ما بناخدها 4 ايام في الاسبوع يعني 8 ايام. ليه بنسيب لهم خميس جمعه سبت؟ لانهم برضو في الاجازه الصيفيه يقدروا يستمتعوا بوقتهم عشان ما تبقاش حرمته من الويك اند من اخر كده. الاسبوع الاجازه لا لان الاربع ايام احنا بنشتغل معاهم من الساعه 8 يمكن للساعه 2 بيبقى يوم بيشمل على مجموعه من الموضوعات
منها الفيلم الثقافي، منها شغل التدريب. عندنا شغل تفاعلي معاه، احنا الشوقيني ما بعدوش وقول له بياخد تدريب مهني، تدريب بيقف يشوف فيلم، يشوف تجربة عملية بيعملها بإيده، بيلمسها بكل حواسه، عينه وإيده بتشوف هو بيعمل إيه. وفي الآخر في آخر الدورة احنا بندي الولاد كل واحد يعني هدية كويسة وشهادة بيحس فيها بالآخر بقيمة العمل اللي عمله. طبعا يعني نوع من أنواع التقدير من حضراتكم كمان لمشاركتكم. سيادة الفريق سيادة الفريق عبد العزيز سيف بيبتدي يديهم شهادات تقدير. طبعا احنا عايزين نقول انه رئيس الهيئة العربية للتصنيع طبعا هو سيادة الفريق عبد العزيز سيف الدين. طبعا هو رجل طبعا يعني عسكري من أبناء القوات المسلحة، ليه تاريخ طويل جدا، واحنا يعني احنا بنشوف بقى انه هنا كمان اللي هو الخدمة المجتمعية بالظبط كده اللي هي بتقوم بيها الهيئة. ان انا طيب عايزة تستفسر عن المبادرة، حاضر ناخد بس بعد اذنك مدام احلام تستفسر عن المبادرة. مدام احلام صباح الفل. الو صباح الخير. صباح الفل عليك. انا بهنيك على البرنامج الجميل ده اللي بنتابعه يا رب، وعلى الاخبار والحاجات اللي بتجيبيها يا رب. وانا بشكرك على المبادره دي، مبادره هايله جدا، وعندي اقتراح كمان. اتفضلي حضرتك تسمعي. ليه ما نلمش في الاجازه الولاد بتوع ثانويه عامه اللي داخلين علمي وعايزين يخشوا طب، ليه ما نقسمهمش كلهم ليهم شهر في الصيف ينزلوا المستشفيات الحكوميه يساعدوا فيها خدمه عامه، يشوفوا الطب شكله ايه، يشوفوا المرضى شكلهم ايه، هم الولاد نفسهم يشوفوا اذا كانوا هيقدروا يكملوا في المكان ده ولا لا. صح، المستشفيات الحكومية يكون زي اختبار كده لنفسيه الطالب اذا كان مؤهل لدخول الكليه دي ولا لا. بالظبط، انا بايدك، انا معاكي. واحنا نفسنا محتاجين خدمه عامه، احنا شبابنا قاعد طول النهار قدام التلفزيون، ما ينزلوش ليه خدمه عامه ان هم يساعدوا في المستشفيات الحكوميه بدل ما كل الدارات عماله تلم تبرعات لمستشفى 57 بس. احنا عندنا مستشفيات حكوميه يا عيني الناس مش لاقيه قطن حتى. الشباب ده ينزل ولو شهر في الصيف خدمه عامه ويبقى مثلا ليه 5 درجات لو نزل. ينزلوا خدمه عامه في النظافه، الحي يلم الولاد بتوع المنطقه وينزلوا، يبقى الولاد كلهم، ما يبقاش واحد قاعد في البلكونه والواحد في الشارع يبص له نظره، لا كلنا هننزل نخدم الحي بتاعنا. يعني انا يعني هم دول بقى يا مدام احلام لما بنتكلم بقى على الست بقى المصريه الجدعه اللي هي يعني بجد عايزه تبني بلدها. انا بضم صوتي لصوتك، وانا بتمنى ان وزاره الصحه تستجيب لمبادرتك ولطلبك انه فعلا نشوف الطلاب اللي قدموا. خلاص احنا خلصنا المرحله الاولى من التنسيق وعندنا طلاب خلاص احنا متاكدين ان هم داخلين كليه الطب، ويكون ده في كليه الطب وكليه الصيدله ويبقى نوع من انواع المحاكاه وكليه الهندسه، وان الطالب يستكشف بنفسه قبل بدايه العام الدراسي هو مقبل على ايه، وولادنا بقى يشتغلوا بدل ما هم قاعدين طول النهار على الايباد والفيسبوك وتويتر مضيعين مجهودهم وطاقتهم. سعادتك ناخد احمد من المنصوره. احمد صباح الفل يا احمد. الو الو. ايوه يا احمد صباح الفل. مع حضرتك. ازيك اتفضل. حضرتك في سنه رابعه في حاسبات ومعلومات. تمام. بس اشتغلت وانا في اولى ثانوي مع والد واحد صاحبه وكده في التشطيبات. الله عليك. لحد تقريبا ثالثة ثانوي أولى جامعة فتحت أنا مكتب لنفسي، يعني مكتب تشطيبات، بمسك البورد مثلا من أوله. ما شاء الله عليك يا أحمد. بناية من أول البناية لحد الناس. أنت عندك كام سنة يا أحمد؟ أنا عندي 23. ما شاء الله عليك وفتحت مكتب؟ يعني مكتب حاجة بسيطة جدا. أمال يا أحمد بيقولوا الشباب بائس ويائس ومش عارف يشتغل في البلد دي ومش لاقي حاجة يعملها. لا هي مش كده، هي بس يعني هي يبدأ بس من يعني من مثلا من بدري، يبدأ بدري بس. يعني هو في من ناحية الشغل فالشغل كتير ومحتاجين ناس كتير تشتغل أصلا في المجالات دي عامة. اللي عاوز يشتغل هيلاقي شغل. بس المشكلة في أنا عاوز لا مفيش شغل، وأنا أصلا ما دورتش على شغل. ودي حاجة تانية مثلا عاوز اشتغل لا بخمس 6000 جنيه، وانت عمرك ما هتبدا بخمس 6000 جنيه، انا اول ما اشتغلت كنت باخد 1000 لحد ما انا فتحت حاجة لنفسي ممكن اجيب 5 6 7 ايا كان اللي هيجي، بس انت هتبدا بحاجة بسيطة. هي دي بس النظرية، انما دلوقتي انا عاوز ابدا اول حاجة ابدا عشان اجيب عربية واجيب شقة واجيب طوارئ. يعني تقصد تقول انه ما بيرضاش يبدا واحدة واحدة، عايز يطلع مرة واحدة. مرة واحدة. عايز مرتب كبير مرة واحدة. هو هيجيب عربية وشقة وعروسة ومش عارف ايه وكده. عربية وشقة وعروسة. هي عمرها ما تيجي كده.
انا مبسوطه بيك قوي يا احمد والله العظيم بجد. ويا ريت يا جماعه لو حد عنده تجارب ثانيه استاذنك يا باشمهندس يشاركونا ويحكوا لنا. صباحك صباح الفل يا احمد، وانا اتمنى ان انت تدخل حتى لو انت، عشان يمكن في ناس كتير بتقعد على مواقع التواصل الاجتماعي ويسمعونا، تدخل تحكي لهم انت عملت ايه وازاي بقيت وانت عندك 23 سنه ما شاء الله الله اكبر عليك راجل صاحب مشروع. راي حضرتك ايه في اللي احمد قاله يا باشمهندس؟ هو هدف المبادره اللي احنا بنعملها كده ان احنا نرسخ عند الولد احترام العمل، يحب حتى لما يجي يدخل ثانوي زي ما الاستاذه قالت يحب العمل المجتمعي العمل الخدمي يبتدي هو يمكن هو اللي يشارك. زائد ان مجموعه الجهات الوطنيه اللي في البلد لازم يكون ليها دور في تعظيم هذا الكلام، ان احنا لازم نستغل هذه الطاقات بتاعت ولادنا في السن ده لتوظيفها في بطوره ايجابيه. يعني طاقات مهدره فعلا يا فندم. فاحنا عندنا طاقات مهدره. هذه الطاقات ناخدها في صوره ايجابيه، ايجابياتها ويمكن ممكن يكون في التنظيم، في التنسيق، في في في, في اعطاء افكار جديده ان احنا ننفذها، فده بالتالي ده اساس فكر المبادره. يعني لما بيجي لكم مثلا طالب في المبادره وممكن يقول فكره او مقترح طبعا تاخدوه بعين الاعتبار وتشتغلوا عليه. هو احنا ايه اللي بنعمله؟ ان احنا بنقول له ازاي تفكر، ازاي تعتمد على نفسك، ازاي يكون عندك احترام لعملك. العمل ده مش مجرد ان انا اقعد. احنا السنه دي دخلنا الاناث، السنه اللي فاتت ما كانش فيه، وابتدينا السنه دي بالمبادره اناث وبنين، بنين وبنات، وحطينا فيها البنات تشتغل مشغولات يدويه بسيطه. طب احنا معانا نسمه، هنشوف نسمه ممكن البنات يشتغلوا ايه. طب ده كويس جدا. يا نسمه صباح الفل. صباح الفل يا ست الفل. ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ تمام الحمد لله. انا بتصل بيكوا بقالي سنه، اول مره اوصل ليكوا. انا اسفه، حقك عليا حبيبه قلبي. انا عندي اقتراح ممكن تتقبلوه مني؟ اه طبعا اتفضلي، ده احنا عايزين مصر كلها تشاركنا حبيبه قلبي. طيب هو انا انتوا عاملين سن معين؟ اولا الهيئه دي هيئه معتمده تبع الدوله. اه طبعا. لما باجي انزل ابني بخاف لا يتعلم مع الحرفه يتعلم الانحراف في الشارع، لكن الهيئه دي انا موديه ابني وانا مغمضه عيني انه يتعلم خلق عاليه واساسيات انا ما ضفتهالوش. تمام ده حلو جدا. اوكي ليه ما تعملوش نفس الدوره برضو للسيدات بحيث انا لما لمبه تفرقع عندي وابقى يعني هاخد اكسبيرينس وانا قاعده في بيتي، خبره وانا قاعده في بيتي، ان لو مثلا الجلده بتاعه الحنفيه باظت وابني مثلا مسافر اغيرها ازاي؟ ما اضطرش اروح استنى اجيب سباك وادخل حد عندي. انا بالنسبه انتوا مبادراتكم النهارده جميله، تصدقي انا نفسي يعملوها بدل ما بقعد استنى عقبال ما يجي بقى كهربائي او حد يغير لي لمبه. انا محتاجه برضه اتعلم. انا بضم صوتي لصوتك برضه يا فندم، احنا عايزين يعني ستات مصر بقى يعني ايقونه النجاح في البلد دي. فهما انا كمان بتمنى انه يحصل تدريب وتاهيل لربات البيوت وحتى العاملات. انا سعيده جدا بتفاعلكم معانا، مستنيه التليفونات، احنا التليفونات مفتوحه على مدار الحلقه والاس ام اس كمان هناخدها، والباشمهندس معانا يقول لنا ايه امكانيه ان احنا نعمل ده. طب حضرتك فتحت موضوع الاناث دلوقتي سيدات فن. عايزين دلوقتي احنا بنناشد نكمل الاناث. طيب في برضه في السن من 12 ل 15 تمام، برضه عشان نستغل وقتهم احسن استغلال، او احنا بنقول يحاولوا يستغلوا هم الاولاد وقتهم او البنات وقتهم انهم يعملوا مشغولات بسيطه، حاجات معدنيه، عقد، سلسله، زي حتى الاكسسوار، الاكسسوارات اللي بيشتروها دي هم بيعملوها بايديهم. تمام، بنعلمهم ازاي يعملوا بايديهم. وده من 12 احنا بنعرض واحنا بنتكلم مع حضرتك اهو. ده المبادره يعني بتاعت السنه اللي فاتت، المبادره السنه اللي فاتت، والطلاب لما وصلوا ممكن حضرتك برضو تشرح لنا. يعني احنا بنبتدي زي ما قلت لحضرتك مش مجرد ان احنا بنعمل عن المبادره ونسيبها، احنا من اول بنستقبل الاولاد، من اول بنعمل لهم مكان التقاء نجمعهم فيه. تمام. وبعدين ناخدهم باوتوبيسات الهيئه لحد مقر الهيئه. ده اوتوبيس هيئه الهيئه العربيه للتصنيع، بنعلن في الاعلام، بنعلن على المقر اللي بيتجمعوا فيه الطلاب او يعني ميدان حاجه مشهوره بحيث وسهله الوصول لمواصلات. بحيث ناخدها من عندهم عشان نوريهم. تمام. نوديهم للجهاز التنفيذي. وبعد كده هم بقى بيبتدوا يركبوا. بعدين بيبتدي اما يجوا عندنا بنبتدي طبقا ل يعني كل واحد ورغبته بنبتدي نحوله للنشاط اللي هو عايز او الحرفه اللي نفسه ان هو يزاولها. انا شايفه متوسط برضو الاعمار يعني فعلا
12 مثلا ل 15 سنه 13 و15 يعني وكل واحد حسب المهنه اللي يقدر يتوظف كل فيها. واحد اللي نفسه فيه بنسيبه حسب رغبته. يعني بتساله حضرتك انت طبعًا. نفسك في ايه بتسيب له هو الاختيار، هو اللي حريته. ما بتقولوش مثلا تعالى انا هعلمك كذا وكذا، لا 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 خالص خالص خالص. تمام. وبعد كده انا شايفاهم يعني بيلبسوا كمان زي حضرتك، وفي نفس الوقت بنديهم ملابس واقيه بنديهم كل واحد بالطو، ملابس واقيه للامان الصناعي بنديهم، بيبقى فيه دكتور موجود لاي حالات. ده بندربهم كمان ازاي يعملوا اسعافات اوليه، بيبقى احد عناصر التدريب للاولاد دي. ما شاء الله. ويشرحوا لحضرتك هم لو حصل حد داخ، حد وقع، حد اتعور، ازاي انهم يحافظوا عليهم ما يتخضوش ما يخافوش، ويبتدوا يتصرفوا بصوره تلقائيه باليه ينفذوا بيها بعض الواحد اتنين تلاته بحيث يقدروا. كمان انا شايفه ده زي نموذج محاكاه او ندوه بتبتدي ده يوم تكريم الطلاب والهدايا وهم كان ليهم اراء في الموضوع عرضوها على السيد الفريق رئيس الهيئه، وفي الحقيقه احنا خدنا بيها برضو السنه دي. يعني لما طفل يجي يقول لحضرتك انا عندي مشروع، عندي فكره، عندي مقترح، طبعا عندي مقترح بتاعه بعد الاسبوعين دول الولاد يعني بيبتدوا بقى يعني لو انا عايز ارجع، عايز ادخل مثلا، انا عندي لسه فتره الصيف ممتده، او لو انا عايز السنه الجايه اكون معاك، يعني مثلا النهارده انا سني السنه دي سني 12 واتدربت معاك الصيف ده، فعايز الصيف الجاي انا بقيت عندي 13 فعايز اجي اخد خبره تانية، عايز 14 اخد، هل انا ليا مره تدريب؟ هو احنا نفسنا واحدة نعمل كده، لكن احنا برضو عندنا يعني بنحاول ما نزودش العدد عن 100 عشان نقدر نديله كل اللي احنا نفسنا نوصله له، لان العدد كل ما زاد فاحنا عشان كده محددين العدد ما زادش عن 100، يعني المجموعه الواحده ما بتزيدش عن من 15 ل 20 يعني تاخدوا اسبوعين، كل اسبوعين انا باخد 100 طالب 100 طالب 100 طالب فباجي مثلا لو قلنا متوسط الاجازه شهرين ونص. لا بناخد اولا طبعا بتبقى الاولاد خارجه نفسها تقضي اجازه الصيف، احنا ليه بنعملها في الفتره دي؟ بنبقى حاطين في اعتباراتنا انه صيف وسافر، خلص رمضان سافر مصيفه ورجع دلوقتي على اساس يقدر يكمل معانا. لكن بتبقى لو خدناه من اول الاجازه وابتدي هتلاقي حضرتك نوع من انواع الملل، يعني وانا خارج مش هيقدر من الدراسه عشان اروح اشتغل، لا انا عايز كده العب، لا انا وحشني كده. فاحنا برضو القصه فيها جانب نفسي، يعني لازم بنراعي حاجات كتيره واحنا بنتعامل. طيب ناخد مروه، انا معايا تليفونات كتير قوي فاستاذن حضرتك حاول قدر الامكان ناخد على قد ما نقدر اكبر عدد من التليفونات. يا مروه صباح الفل. النور. ازيك يا مروه؟ ازي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله. انا بشكركم قوي بجد على الموضوع ده، مهم جدا جدا بالنسبه للاولاد طبعا. طبعا اكيد عندك اولاد. انا بتكلم على العمر الاقل من كده، انا زمان انا كنت ساكنه اصلا في مدينه نصر. تمام. وكان في مدرسه اسمها مدرسه السعاديه. ايوه. المدرسه دي كانت بتعمل نشاط صيفي بمجرد ما الامتحانات تنتهي والنتيجه تطلع وكده. كنا بنبدا النشاط الصيفي ده في جميع المجالات بقى، في المكتبه، في الفنون. كان بيجي لنا كمان من الكليات اللي هي الكليات الفنيه والحاجات دي. طب يا مروه انت دلوقتي يعني باشمهندس اشرف بيقول احنا مش حابين يعني موضوع السن الاصغر، انا معاكي، انا اولادي سنهم اصغر ونفسي يكون في حاجه للاولاد الاصغر سنا، بس انا بكلمك دلوقتي يعني مثلا الولاد ممكن يبقوا مش حابين بعد المدرسه على طول، هيبقى حمل عليهم. هو النشاط الصيفي ده مش حاجات مش شغل احنا بنعمله، لا احنا كان بيعملوا مثلا نشاط في المكتبه، ان الولاد كانوا بيقعدوا وبيمسكوا كتب كانوا بيقعدوا يقراوها. انا كنت من الناس دي اللي كنت بقعد اعمل كده. داخل المدرسه النشاط الطلاب الصيفي داخل المدرسه. تمام. ده كان نشاط صيفي وكنا بندفع مبلغ رمزي جدا، كان تقريبا حاجه بتاع 15 جنيه مثلا طول في الشهر بتاع كل شهر من شهور الاجازه الصيفيه دي. تمام. بجد كانت بتعمل حاجات كويسه جدا، كانت بتخلي دايما الناس شغاله وبتقدر تفكر. الشغل اليدوي انا كنت بعمل ماكيتات، انا وزمايلي كنا بنقعد بنقسم نفسنا مجموعات وبنقعد نعمل ماكيتات وحاجات. لما باجي اشوفها لما باجي اشوف حاجات زي كده دلوقتي بقعد اقول لاولادي انا كنت بعمل كده وانا صغيره، يقولوا لي انت كنت بتعملي الحاجات دي ازاي؟ اقول لهم ما احنا كنا بنقعد وبنفكر وبنعمل مجموعات. فصدقيني ده برضو ينفع للاعمار الصغيره. ده امل يا مروه، ده امل والله العظيم انت بتديهولنا، ان انت كأم حتى يعني انا معاكي، احنا محتاجين يعني برامج للولاد الاصغر، بس انت كأم حتى وانت عندك الطاقه دي وانت عندك الامل ان انت تعلمي ولادك، ده امل في الحياه.
هي دي تاني هرجع اقول المرأة المصرية. انا ولادي في مدارس خاصه، بس انا اتمنى ان ده حتى يحصل في المدارس الخاصه والحكوميه. صح. ولو المدارس الخاصه مش هتوفره، احنا مستعدين نروح لاقرب مدارس حكوميه جنبينا وندفع المبلغ البسيط ده. حتى المبلغ البسيط ده هيساعد المدارس الحكوميه دي انها برضو ايه تصرف على نفسها وتصرف. شجعينا وان شاء الله باذن الله نطلع من الحلقه دي بمبادره اتمنى تانية يا رب باذن الله باذن الله. بشكرك طبعا يا مروه، نورتينا. معانا مين يا علي؟ طيب معلش خليه يرجع لنا تاني. هدى من اسكندريه. معلش هدى. الو صباح الفل يا هدى. صباح الخير، ازيكم؟ ازيك انت عامله ايه؟ الحمد لله الحمد لله. بصي حضرتك، بالنسبه للموضوع اللي بتكلموا فيه ده، في طلبه كليه الفنون الجميله وفي طلبه المدارس اللي هي الفنيه اللي بيتعلموا الحفر على النحاس والرسم على النحاس والاشغال الشرقيه اللي هي الـ 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 الكليات اللي هي اللي بالدلايه والحاجات دي الشرقيه. اللي زي حاجات خان الخليلي دي، ما عندكيش فكره في اوروبا يعني ممكن العيال سوري الطلبه يشتغلوا الحاجات دي وتتصدر يعني؟ هو الباشمهندس اشرف بيقول ان ده بيحصل فعلا مع الـ مع الـ مع البنات لان هم الاكثر اقبالا. ففي البرنامج ده عامل لهم ده ان هم يبتدوا يتعلموا الاكسسوار والدلايات، لكن هنساله على موضوع الشغل الشرقي العربي والرسم على الازاز، الحاجات دي كلها بتبقى حلوه ومطلوبه بره كمان يعني. طبعا. مش بس مطلوبه هنا، دي مطلوبه بره وممكن تتباع هنا برضو باسعار رمزيه. والله بيجيبوها هنا مستورده من الصين يا مدام. عايز اقول لك يعني ما ده اللي انا عايز اقوله لحضرتك يعني، اما يبقى مصري عامل الحاجات دي وتطلع بره بيبقى لها تواجد اكتر جدا يعني. صح صح، انا بشكرك طبعا جدا جدا، نورتينا مدام هدى. باشمهندس عايزين شغل مصري. احنا الحقيقه السنه دي ابتدينا للناس بالمشغولات اليدويه زي ما قلت لحضرتك، المعدنيه والقطنيه والصوفيه، واحنا حاطين في اعتبارنا ان شاء الله احنا دايما المبادره دي مستمره نضيف لها انشطه جديده. ما نقدرش نعمل كل الانشطه في نفس مره واحده، فاحنا بنحاول ان احنا نكون عندنا نوع من انواع التواجد. الناس عايزه هي يا باشمهندس يعني حضرتك معايا شايف بكل تأكيد. يعني عايزه اقول لك انا معايا بجد تليفونات كتير جدا، بشكر كل يعني اللي بيشوفونا، بشكر طبعا حضرتك وبشكر المبادره الهيئه العربيه للتصنيع، لان احنا كامهات يا باشمهندس عندنا تعطش ان ولادنا يكون حالهم افضل. انا ما ابني بيبقى قاعد قدام الايباد او الكرتون مده طويله، انا ببقى حاسه ان انا خلاص. دي الفكره يعني. بقى يعني الفكره انه مش طايقه نفسي يعني. فكره يكون حاله افضل. يعني ايه حاله افضل؟ يعني يحترم العمل. يعني يحترم الالتزام. احنا عندنا شق في المبادره سلوكي، ازاي يكون ملتزم في لبسه، في مواعيد، في مشيته، في حضوره، في قعدته، في علاقته بزمايله. كل ده بيتعلم، مش بنقول بنعلمه، بنديه اكساب للمبادره من خلال اليوم. كمان بتوفر انه يحتك بناس تانية بالزبط. بطباع اخرى بالزبط. وثقافات مختلفه. يعني تخيلي حضرتك لما ندي ثقافه العمل الجماعي، انه لوحدك مش هتنتج. متاخدينها جدا لوحدك مش هتعرف جداً. كلكم هتدوا لوحدك مش هتعرف، فبيبتدي بنوريها له كمان عملي، مش مجرد ان احنا بنلقنها له. روح الفريق بجد. فبالتالي التدريب التفاعلي اللي بينفذ هو ده بيبقى ليه المردود الايجابي. عشان كده دايما نقول ايه، بناخد حاجات محدده. يعني ليه اخترنا الكهرباء والسباك والنجاره والنقاش؟ بيشوفها الولد كل يوم او البنت بتشوفها كل يوم. كان في احد المداخلات، احنا عايزين ندي البنات كهرباء وسباك. هندي. انا عايز اتعلم كهرباء ان شاء الله. هندي، بس احنا دايما نقول لحضرتك لاول اكساب في السن ده بيكتسب وما ينساش. اكتر من كده بتجدي خلاص ثقافته اتغيرت، فتجدي فيه صعوبه في ان انت تلاقي معلومه. فاحنا بنبني احنا دلوقتي بنبني يعني نفسنا يعني الهيئه فكره رياسه الهيئه ايه، نبني يكون في عندنا جيل بالظبط كده. نبتدي احنا بنقول 100، هل دول يغطوا كل الناس؟ لا أبدأ. طبعا ده حضرتك بتشاركي وزي ما قالت المدارس، لكن النشاط هنا نشاط شق، ان انا بقول له لابد انك تفكر ازاي تكون ليك دور ايجابي في المجتمع. نشاط المدارس ممكن رياضي، ممكن ثقافي، دي انشطه اخرى. كان احنا بنتكلم على شق التنموي بالظبط كده، التنموي ازاي بنميك. ناخد محمد من المنوفيه. محمد صباح الفل. طب يا محمد معلش رجع لنا تاني، معلش بعتذر. طيب كان برضو من ضمن الاسئله اللي جت يعني لينا، ليه احنا مثلا ما تفتحوش زيارات
من المدارس للمصانع الهيئة العربية للتصنيع، وإن أولادنا يمكن أنا قلت لحضرتك إن الهيئة حتى هنتكلم الأول على المبادرة. تمام. المبادرة فيها زيارة للولاد لمصانع الهيئة علشان يشوفوا قد إيه اللي بيشوفوه في الشارع، القطر والمترو والعربية بتتصنع بنسبة عندنا بنسبة 100%. طب أمول عبد العزيز بعت لحضرتك بتقولك يا ريت تدريبات للنساء يا فندم فيما يخص البيت من سباكة وكهرباء ونقاشة، مع العلم أنا بحب أعمل ديكور في البيت وكمان أشغال يدوية. إحنا بنتكلم بقى على طبعًا ستة أكبر ستة طبعا، بس إحنا يعني السياق بتاعنا إزاي للأطفال الناشئ. رمضان بيقول لحضرتك أنا من بني سويف ودي محافظة أفقر محافظة في مصر. لا يا رمضان، بني سويف مش أفقر محافظة في مصر. الهيئة الهندسية الإدارة الهندسية للقوات المسلحة طبعا، وعايزه اقول لكم ان انتوا هيكون عندكم صرح عملاق كبير جدا من مصنع الرخام والاسمنت ده باذن الله يتم افتتاحه قريبا جدا في بني سويف اللي انت كاتب بتقول انها افقر محافظه في مصر. مصر ان شاء الله مش هيبقى فيها محافظات فقيره. بيقول انا عندي 19 سنه و المكوى البخاء. حاضر هنحل مشكلتك، حاضر يا رمضان. جودة الغرباوي بيقول طيب دي عندنا مشكلة دي ملهاش علاقة بالهيئة الهندسية يعني للقوات المسلحة. ناخد مروة من اسكندرية. مروة صباح الفل عليك يا مروة. صباح النور عليك. صباح الفل اتفضلي. انا بس كنت عايزة اسأل، انا في اسكندرية. تمام. كنت عايزة اسأل، ابني عنده 5 سنين فانا عايزة اعرف ايه المكان في اسكندرية اللي انا اقدر اروحه عشان انا ان شاء الله عايزه اخليه يشارك حتى من الصفر. طب انا هقولك على حاجه يا مروه، يعني الهيئه العربيه للتصنيع السن بتاع الدوره بتاعتها من سن 12 سنه، لكن انت ممكن بما انك في اسكندريه تتوجهي لمكتبه الاسكندريه، فيها انشطه هناك. ده يعني انا عارفه وده على مسؤوليتي، في انشطه هناك وفي اوبرا الاسكندريه انشطه هناك للاطفال من سن 5 سنين. روحي هناك وتوجهي وان شاء الله باذن الله يعني يكون عدى يعني المرحله العمريه دي تفرحي بيه، وندخل بقى على مبادره الهيئه العربيه للتصنيع. فبستكمل مع حضرتك شق ان احنا الخدمه المجتمعيه عندنا المبادرات احد هذه الاليات لتنفيذ الخدمه الاجتماعيه، لكن عندنا شق تاني طلبه كليه الهندسه بنزورهم مصانع الهيئه عشان يبتدي يتدربوا ويشوفوا الشغل العملي. بنعمل لهم تدريب صيفي اسبوعين لطلبة كلية الهندسة على مستوى يعني ده سواء جزء خاص تاني ده جزء تاني غير ده وشغالين فيه، وده موجود بنساعدهم في تنفيذ المشروعات البحثية بتاعتهم كهيئة. طب هل ده بيتم التنسيق بقى ما بين الجامعة بتبعت لنا طبعا، الجامعة هي اللي بتبعت لنا جوابات هو اللي ويجي الطالب لوحده مفيش مشكلة. يعني دلوقتي انا لو طالب كلية هندسة طبعا بتيجي حضرتك بتجيبي لي جواب من الكلية وبطاقتك بس بيتوجه لحضرتك خالص. طب طلبة كلية هندسة اللي عايزين هم عارفين يعني يتعلموا ونقول لهم تاني عشان بدل ما هم قاعدين زهقانين في الصيف قبل ما الدراسة تبتدي، اللي عايز يقوم بزيارة لمصانع الهيئة العربية للتصنيع يعني ويكتسب برضو خبرات وياخد جولة في المصنع يجيب جواب من الكلية اللي هو موجود فيها والبطاقة الرقم القومي البطاقة الشخصية، وبيتوجه لإدارة الموارد البشرية قطاع الموارد البشرية في الهيئة العربية للتصنيع، والهيئه هي اللي بتقوم يعني بتحديد الميعاد اللي ممكن يتمكن من هو ياخد جوله في المصنع. بس هو مش بياخد الدوره دي تدريب الصيفي لطلبه كليات الهندسه مش عشان وقته، ده اصبح دلوقتي جزء من تخرجه، لازم يتدرب في مصانع الهيئه، لازم يعني مصانع انتاجيه، مصانع انتاجيه طبعا لازم يكون خد تدريب عملي عليه اللي هو ارقام يعني المشروع او لو هو لان ده اصبح النهارده التدريب العملي للطالب مهم جدا جدا بالذات طلبه كليات الهندسه. تمام. طيب احنا عايزين برضو نتكلم برضو على باقي الانشطه والصناعات، يعني احنا بنشوف انه الهيئه العربيه للتصنيع دلوقتي دخلنا في 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 يعني الواحد بيبقى فخور برضو، يعني احنا الهيئه يعني يمكن عندها حوالي 150 منتج مدني يمكن 70 منتج عسكري، لكن لو احنا قسمنا دور الهيئه في المشروعات التنمويه نلاقيها بتشارك تقريبا في معظم المشروعات او تقريبا كل المشروعات التنمويه. عايزين ناخد محمد من الجيزه ونعد المشروعات. محمد صباح الفل يا محمد. محمد ممكن توطي التلفزيون؟ اي يا محمد اتفضل.
انا سامع حضرتك. ايوه انا سامع حضرتك، اتفضل يا محمد. لا بسلم على حضرتك. بتسلم عليا؟ الله يسلمك يا محمد، ربنا يخليك، نورتني والله يا محمد، ربنا يخليك ودايما منورني كده دايما. صباحك صباح الفل، بشكرك يا محمد. عندنا 150 منتج مدني. يعني احنا بنتكلم ان الهيئه ليها دور ريادي في الصناعه. انا احنا كان عندنا بوتاجاز في بيت والدتي، الهيئه العربيه للتصنيع، انا فاكراه كويس جدا يعني. هو يعني ممكن يكون كان من منتجات الهيئه في فترات، لكن احنا النهارده الهيئه بتدخل في مشروعات تنمويه عملاقه، ده بغير ده بخلاف المنتجات المنزليه. المنتجات المنزليه دي يعني دي ابسط يعني حاليا المنزلية. يمكن عندنا التلفزيون، والتلفزيون ده من الحاجات اللي اثبتت كفاءتها جدا في البيت المصري. طب ومع ارتفاع اسعار التكييفات كمان، احنا عرفنا ان الهيئه العربيه للتصنيع بتنافس بالتكييفات. لسه ما حصلش. لكن يعني لسه. طيب لكن احنا دورنا ان احنا نعمل منتجات للافراد، لكن مشاركتنا ومساهمتنا في دعم الاقتصاد الوطني من خلال مشروعات تنمويه بننفذها برؤيه واضحه وصريحه، سرعه تنفيذ، جوده عمل. طب احنا عايزين نقول هو ده انت بتشوف فين شغل الشركات الوطنيه الهيئه العربيه للتصنيع، انت ممكن تلاقيني انا فين بالظبط. انا دايما اقول ايه، او الهيئه نفسها سوري الهيئه بتقول ايه، انا دوري تنموي، دوري بنمي صناعه، بنمي مجتمع. الافراد في ليهم حيز طبعا في منتجات الهيئه، لكن لما نيجي نتكلم على المشروعات السكك الحديديه، قطوره السكه الحديديه، الستانلس ستيل، اللي الهيئه خلال في اقل من سنه طلعت 150 عربيه قطر سكه حديد فاخر، درجه اولى ودرجه ثانيه مكيفه وشغاله في خط اسكندريه وخط الصعيد. ده صنع في الهيئه بالكامل، صنع في مصر وصنع لمصر في الهيئه. النهارده الهيئه في اقل من او سنه وشهرين مثلا طلعت 81 عربيه قطر مترو انفاق مكيف. الهيئه النهارده اما تيجي خلال سنه تطلع 4600 عربيه ركوب، لما تيجي خلال سنه تعمل صوامع الاتوبيسات كمان اللي كانت طالعه الهيئه. احنا بنشتغل عربيات ركوب الجراند شروكي واللي بالزبط. هي الملاكي. بالظبط. نيجي حضرتك تقولي طيب المشروعات زي صوامع الغلال وحفظ الغلال، شفاطات الغلال بتصميمه وتنفيذ مصري 100%. اذا الدور التنموي للهيئه بيتنامى وماشي، لانه بيساعد على ان انا احسن الاقتصاد. احسن الاقتصاد يعني ايه؟ يعني بعمق التصنيع المحلي، بعلي القيمه المضافه، وفي نفس الوقت بقلل ان انا اجيب حاجه بعمله اجنبيه. عمله اجنبيه دي بقى هنقف عندها نقطه مهمه جدا، ونشوف كمان ازاي احنا نبتدي نحس بده واهميته اكتر ونفهمه برضو، لان احنا كلنا محتاجين نفهم الجزئيه دي، نستغنى عن العمله الاجنبيه. ناخد ميرفت معانا. ميرفت صباح الفل يا ميرفت. صباح الخير. صباح الفل عليك، اتفضلي. مع حضرتك ميرفت من القناطر الخيريه. اهلا وسهلا بيك وبكل اهالينا في القناطر الخيريه. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. حضرتك انا اولادي يعني سنة 12 سنه واقل من كده. تمام. انا كنت عايزه لا هي لو حضرتك بتسالي على المبادره هي من اول 12 مش الاقل. ماشي. هو عنده 12 سنه. تمام. انا دلوقتي مقيمه في القاهره الخيريه، اقرب مكان ليا فين؟ طيب اقرب مكان ليكي عشان ابن حضرتك ينضم للمبادره. المبادره السنه دي احنا يعني عملناها خلاص، هتخلص يوم الاربعاء اللي جاي ان شاء الله. تبقى ان شاء الله من السنه الجايه تقدم في الويب سايت بتاع الهيئه. على موقع الهيئه aoi.org.eg. هتلاقي استماره تقدم، واحنا طيب. بناخد حتى طب لو ما فيش انترنت، طب انا هرد عليك يا مدام ميرفت. لو ما فيش انترنت احنا حاطين برضو على موقع الهيئه، بلاش تبقى معلش بتدخل على الانترنت خالص. لا حضرتك ارقام التليفونات. الحقيقه انا حاليا مش حافظها، لكن دلوقتي هينزلوا ارقام التليفونات على الشاشه، لكن احنا بنقول المتوفر عنده انترنت. لكن هي كيلو 17 طريق مصر السويس الصحراوي. طيب هي اصلا لو هي في القناطر وكان في التوقيت بتاع المبادره وقدمت، حضرتك هتوفر لها ان ابنها يروح من القناطر؟ احنا حاطين لا حضرتك يعني هي بتاخد مواصله مترو الانفاق، اظن اسهل حاجه يعني مترو الانفاق، بتوصل بيه عند محطه بنجمعها مع عند مترو الانفاق، نحدد بقى ساعتها يعني مثلا ممكن تركب من القناطر لشبرا الخيمه مثلا بالظبط كده، وتاخد مترو الانفاق، هتنزل عند محطه تلاقي الاتوبيس واقف، الناس بتتجمع عندها. طب هل في امكانيه انه بعد كده يكون ده موجود جوه بقى المحافظات علشان ما يتمش؟ هي اصل حضرتك مكان الهيئه جغرافيا موجوده في منطقه مصر الجديده ومنطقه حلوان،
ودي مكان مصانع الهيئه ومراكز التدريب. عندنا مركز تدريب في مصر الجديده ومركز تدريب في منطقه حلوان، وبالتالي ما نقدرش احنا بنحاول مكان التدريب معروف يعني، ولانه لازم طبعا اكيد برضو لازم يعني احنا عايزين نقول انه لازم يكون في الالتزام بالمناطق الصناعيه اللي هي يعني، لان انا بزوره مصانع فبزوره اقرب مصانع ليا، اقرب مصانع، لكن انا طبعا ما اقدرش ان انا بقى عندي في القناطر والحتت دي ما لناش لانه كمان دي اماكن سكنيه. طبعا، فطبعا ده مخالف جدا ان يكون فيها يعني منطقه صناعيه. وانا عايزه اقول لكم انه يمكن المصانع اللي موجوده في اماكن سكنيه الناس بتشتكي انها تفضل موجوده، لانها طبعا بتضر كل الناس اللي موجوده، فاكيد هيبقى صعب انه الهيئة يعني يكون لها يعني الهيئة أماكن داخل المناطق السكنية. لا، منذ إنشائها طبعا واخدة يعني الريادة في الصناعة، فبتشتغل كلها صناعات قوية وكبيرة ومصانع فيها. يمكن احنا عندنا حوالي 14,000 عامل، حوالي 1400. طب يعني نزل لنا الأرقام وشوف لنا محافظة يعني الجيزة ردت ولا لا. الهيئة بتشتغل في زي ما قلت حضرتك في الصناعة سواء العسكرية أو المدنية، مشروعاتنا تنموية المدنية، مشروعات عسكرية حسب طبعا احتياج القوات المسلحة. فاحنا عندنا آليات واستراتيجية ماشيين بيها، كون ان احنا بنعمل خدمة مجتمعية ده دور الهيئة، زي ما بتنمي صناعة بدورنا ان احنا يكون عندنا دور خدمة مجتمعية. طيب، فبنعمله. فكرة بقى تنمية الصناعة اللي هي تخليني أنا وغيري، وطبعا ده أكيد بيصب في مصلحتنا كلنا يعني كمصريين، هاخد رأي هشام وحضرتك تقول إزاي بقى فكرة تنمية الموضوع أكتر وأكتر بينا، وإيه وإزاي إن أنا أقدر أشجع كل الطاقة الإنتاجية دي عشان أستغنى خالص عن المستورد وملناش دعوة بالدولار بقى يطلع ينزل، ده مش مشكلتنا أصلا. ناخد هشام. هشام صباح الفل عليك يا هشام. صباح الخير حضرتك. صباح الفل يا استاذ هشام. المحترم اللي مع حضرتك. يا رب يخليك، ربنا يكرمك. بس هو يعني طلب من الضيف المحترم حضرتك على الايجابيات اللي بتحصل فعلا، ان احنا بدانا نصنع بالكامل سيارات الدفع الرباعي او غيره. ليه حضرتك كاميرا النهار ما تروحش وتبرز للناس مراحل الانتاج بالكامل ان هي مصنع. رايحين وبنروح كل مكان. وانا عايزه اقول لكم على حاجه، يعني بص يا هشام، انا زيك وزي كل الناس عايزه اتاكد واشوف بعيني الشغل اللي بيحصل في البلد بجد، لانه ده هيدينا طاقه ايجابيه اكتر مع بعض، يخلينا نقرب من بعض اكتر ونشتغل مع بعض اكتر. رايحين قريب جدا يا هشام، ويدي مجال وامل للناس ان في شغل وفي انتاج وان البلد رايحه لقدام. رايحين باذن الله قريب جدا يا هشام، واوعدك يعني كاميرا قناه النهار هتبقى متجوله معاكم، وانا بوعدك باذن الله. واحنا بنقدم اهو طلب من الساده المشاهدين لحضرتك يا باشمهندس، انه عايزين ناخد كاميرا والناس عايزه تشوف بعينيها. هل اقدر استسمح حضرتك كل فيلم الهيئه موجود؟ يشوفوا الهيئه بتشتغل ازاي. حاضرين، ممكن يعرضوا حتى ولو في وهنجيب كمان يعني هم عايزين ننزل حجم احنا العمل. بقى وناخد الكاميرا ونشوف طبعا يعني ابناء مصر العاملين جوه المصانع. شرفنا. حاضر طبعا. حاضر يا هشام، عينينا. حاضر، وانا يشرفني كمان ونفسي. انا بشكرك جدا يا هشام. هستأذن حضرتك بس هنتوقف نروح للموجز اللي على رأس كل ساعة، نرجع نستكمل حديثنا مع حضرتك. هنروح لزميلتنا آية عبد الرحمن. صباح الفل عليك يا آية مرة تانية. صباح الفل والسعادة عليك يا أسماء وعلى ضيفك الكريم والسادة المشاهدين، وإليكم موجز لآخر وأهم الأنباء. وفيه حيث يبحث رأينا الكرام، ولكن فقرات نهار جديد مستمرة معكم مع زميلتي أسماء مصطفى. إليك يا أسماء. شكرا زميلتي العزيزة آية عبد الرحمن اللي قدمت لنا موجز الأخبار اللي يعني بنشوفه على رأس كل ساعة. بشكرك جدا يا آية، وبنعود مرة بقى ثانية عشان نستكمل فقرتنا بقى في نهار جديد. عايزة أقول لكم بجد يعني من امتع الفقرات اللي انا اشتغلتها في حياتي، من كم الطاقه الايجابيه، التليفونات اللي زمايلي عاملين يبلغوا لي في كنترول، الرسائل اللي جايه لنا، ده يا جماعه امل جديد. ان الناس اللي بتقعد تقول لا احنا محبطين، لا احنا ما بنفكرش، احنا ما بنشتغلش، احنا ما بنتحركش، لا احنا عايزين. الستات بقى بجد يعني انا مش عارفه اقول لكم ايه، يعني بجد يعني كم رسائل اللي جايه من الـ من الـ من السيدات يعني مش طبيعيه. كله طبعا بيسال ان هم دول مهتمين ولادهم يتعلموا ازاي، يمشوا ازاي، يشوفوا ايه ايجابي، يشتغلوا ازاي، يقدموا لبلدهم ايه. مهما قلت يعني، بس هي دي الست المصريه، ما فيش حاجه ممكن يعني في الدنيا
تعبر عنها. بعود طبعا ورحب ضيفي مجددا المهندس أشرف خليل رئيس قطاع الموارد البشرية بالهيئة العربية للتصنيع. يعني برحب بحضرتك مرة تانية ومنورنا ويعني بشكرك على تشريفك. عايز أقولك دلوقتي أنا عندي 10 رسائل كلهم بيقولوا لحضرتك عايزين دورة تانية خلال الصيف قبل الصيف ما يخلص. هل في إمكانية أنه هذا الطلب يلاقي استجابة من الأمهات؟ بكل تأكيد ندرسه في الهيئة إن شاء الله إن شاء الله ويعرفوا من خلال التواصل مع الهيئة إن شاء الله. لو قدرنا ونتواصل مع حضرتك أكيد يعني الناس بتقول يدرس القرار في إدارة الهيئة ويشوف يعني الأنسب. إحنا بنناشد طبعا وبنوصل يعني صوت الأمهات عن طريق حضرتك. يعني بنقول يعني أنه وصلنا ندائكم ونرجو ان هذا الطلب يلاقي استجابه. طبعا عارفين ان انتوا عندكم امور كتير جدا تشغلكم لكن ده كان طلب لازم. بالنسبه لنا التنفيذ الامثل هو الاهم. التنفيذ الامثل هو الاهم طبعا ان كل حاجه تبقى ماشيه صح مظبوطه. ان احنا مش ما بنعمل مبادره او بنعمل مش مجرد تدريب عنوان ويعدي وخلاص. مش مجرد عنوان خالص. مش مجرد عنوان. لا يا عمرها ما بتشتغل كده. اشتغل بتخطيط وترتيب وتنفذ صح. ده اهم حاجه بالنسبه لنا. كل حاجه تمشي مظبوط زي ما قلت لحضرتك. رؤيتنا ان الهيئه ليها رياده في الصناعه سرعه اداء جوده عمل اقل سعر. طب ده سؤال في كل حاجة. سؤال معلش ان سمحت ليا. هل احنا مفتقدين ان الهيئه تعلن دايما عن نفسها لينا كمجتمع مدني؟ محتاجين الناحيه التسويقيه عشان نبتدي نحس بالمشروعات دي اكتر ولا يعني انا مخطئه في تفكيري؟ لا ابدا. هي عندنا طبعا كل قطاع من قطاعات الهيئه بيختص بعمله لكن احنا عندنا الشغل واضح والمنتج موجود والدنيا ماشيه. يعني حضرتك خلينا نبص المترو. هو يعني صعب انك تقول مترو الهيئه مشاركه فيه. القطر بتاع السكه الحديد الهيئه مشاركه فيه. موضوعات صوامع الغلال الطاقه الشمسيه. خلينا نتكلم عن الطاقة الشمسية. خلينا نتكلم عن عمدان الإنارة. مليون عمود في أقل من سنة اتغيروا في الشوارع علشان نرشد الطاقة لحوالي 6 ميجا محطة كهرباء كاملة. على طريق موجودة. مصر اسكندرية الصحراوي وعطاء إسماعيلية موجودة في القاهرة وموجودة في كل المحافظات. في القاهرة على الدائري كل دي أعمدة إنارة هي العربية موفرة للتصنيع للطاقة. إنتاجها موفرة للطاقة. وإحنا دلوقتي بشكر زملائي في الكنترول. شكرا يا علي. زملائنا حطوا لنا دلوقتي أرقام الهيئة العربية للتصنيع الفاكس وأرقام التليفونات عشان اللي ما عندوش إنترنت واللي عنده إنترنت يقدر يدخل على موقع الهيئة. إحنا معانا دلوقتي فيلم تسجيلي وثائقي يعني صبت. جزء مهم جدا نعرف طريق الهيئة العربية للتصنيع. دي مصانعنا. دي 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 املاكنا كلنا مصريين. ودي ناسنا. دي بلدنا. دي سندنا. ده يعني القلعه الصناعيه الكبرى اللي هتحمينا وتحمي ظهرنا وتخلينا يعني دايما اقوى من اي حد قدامنا. ولا بقى حد يقول لي لا دولار ولا اي حاجه من الكلام ده كله. اللي بيشتغلوا فيها كلهم مصريين. تعالوا نشوف الجمال كده. ولدت عملاقة ونتيجة للتطور المستمر في أنشطتها وصل عدد مصانعها حتى الآن إلى 13 مصنعا 12 منها مملوكة بالكامل للهيئة وهي مصنع قادر، مصنع الطائرات، مصنع صقر، مصنع المحركات، الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية، مصنع حلوان، الشركة العربية البريطانية للمحركات، مصنع الإلكترونيات، مصنع سيماف، مصنع أتيكو، مصنع العربية للسماد العضوي، الشركة العربية للطاقة المتجددة. كما تشارك الهيئة بالنصيب الأكبر في الشركة العربية الأمريكية للسيارات مع شركة كرايزلر الأمريكية. الحروب تعددت صورها وتقدمت أساليبها وظلت العقول ثروات الشعوب وأعمدة بنائها. تحديات كثيرة واجهتها عقول رجال الهيئة العربية للتصنيع لمواكبة التطور الهائل والسريع في تكنولوجيا التصنيع الحربي.
منذ ستينيات القرن الماضي وصراع العقول يحسمه الأذكياء فقط. أول طائرة مقاتلة مصرية يشهدها العالم وهي تسابق سرعة الصوت القاهرة 300. أكثر من 350 طائرة تدريب ابتدائي من طراز الجمهورية. أكثر من 60 طائرة تدريب نفاثة من طراز القاهرة 200. طائرة. يمكن احنا رجعنا لكم تاني وعلى مدار ما احنا مكملين لحد آخر الفقرة هيبقى معانا تشوفوا الهيئة العربية للتصنيع. دايما تاني هرجع اقول واحنا بنتكلم على الازمة، ازمتنا طول عمرنا ازمة بقالها 60 سنة يمكن وتضخمت في 35 سنة الاخيرة. يعني راجعوا نفسكم، احنا ما كناش بننتج لفترات طويلة جدا، ما كناش بننتج، ما كانش فيه انتاج، طول الوقت معتمدين على الاستيراد. كل حاجة بنستوردها، كل حاجة، لبس بنستورده، مكونات أكل بنستوردها، عربيات بنستوردها، أجهزة كهربائية بنستوردها، إعلام مكاريس مدارس لسه كنت قايلها لكم الصبح بنستوردها. فكرة إن يبقى عندنا هذه المشروعات القومية اللي هي هتكفينا شر الاستيراد، هتخلينا مش محتاجين، أنتوا عارفين ده أهميته كبيرة جدا. نفسي بجد نستوعب ده. ده أمن قومي، أمن قومي، أمن قومي. أنا كدولة لما أكون مكفية احتياجاتي الذاتية والأساسية ومش محتاجة لحد، ده معناها أن أنا بلد عندي الأمن القومي على أقصى درجاته. أنا دولة قوية بنتج وبصنع وبصدر وأنا مش محتاج لبرة خالص. احنا دلوقتي برضو بشكر زملائنا مرة تانية معانا دلوقتي على الشاشة، البريد الإلكتروني للهيئة العربية للتصنيع والموقع اللي يعني كانوا ناس سألونا يا ريت تحطوا لنا لينك الموقع عشان ندخل نعرف الهيئة، نشوف الدورات التدريبية، طلاب كلية الهندسة اللي عايزين يقدموا عن طريق الجامعة، ومعاهم كمان العنوان ده موجود على الشاشة. ومعلش يا علي اتعب معانا ونزل لنا أرقام التليفونات مرة تانية عشان اللي عنده استفسار، هتنزلكوا كمان اهو مرة تانية ارقام تليفونات الهيئة العربية للتصنيع والفاكس الخاص بالهيئة. واحنا يعني بنكمل محرك باشمهندس، كم هذا الانتاج اللي احنا بنشوف؟ احنا بنشوف بقى معدات عسكرية ومدنية وحركة. احنا عايزين نقول للناس دلوقتي حركة، يمكن يعني ضربت لنا امثلة جميلة وبسيطة، بص على القطر وانت ماشي هتلاقي فيه الهيئة العربية للتصنيع، هتلاقي مصر، هتلاقي شركاتك، بص على المترو، بص على الكشافات اللي على الشوارع، بص على الطاقه الشمسيه اللي احنا بنعملها فوق البيوت، بص على عمود النور ومحطات الطاقه اللي بنعملها. لكن الاكثر من كده ان احنا النهارده الهيئه زي ما بتتجه انها تطور صناعتها، احنا بنتجه لتعميق التصنيع المحلي. فاحنا جزء ده جزء واحد اهداف الهيئه. الشق الاخر التصدير. يعني الهيئه مخططه وماشيه في طريق بحيث نقدر ازاي نخدم الاقتصاد الوطني. يعني رئاسة الهيئة يعني في الحقيقة بتحط أسس وآليات كلنا بنمشي وراها عشان نحقق الهدف اللي احنا عايزينه. طيب يمكن برضو عايزة أقول لحضرتك إنه ناس بتسأل ليه الهيئة العربية للتصنيع، يعني ده برضو سؤال ولازم نرد على الناس، هو احنا ليه ما كناش حاسين بالدور ده يعني من فترات سابقة، مع إنه الشغل ده كان موجود أكيد ما تبناش بين يوم وليلة. يعني طبعا طبعا أكيد كم هذا الحجم من المصانع والإنتاج أكيد ما ظهرش فجأة. مظبوط. ليه ما كناش مدركين ده؟ نقدر نقول إن في حقب مختلفة بكل بنجيب أفكار بننفذ بيها حاجات. لو حضرتك بصيتي للهيئة في فترة من الفترات كان عندها دور إيجابي وريادي في مجموعة من المنتجات، في فترة أخرى بتشتغل بآلية أخرى. البلد النهاردة عايزة المشروعات التنموية، كان إنتاج الهيئة في المعظم في السابق عسكري. يعني اعتقد ده كان الهدف الرئيسي. ده كان الهدف لقى الرئيسي اللي مظبوط. النهارده بعد التسعينات، في اوائل التسعينات ابتدى يتقلص الدور العسكري، وابتدينا هل ان احنا الموظفين دي تمشي ولا نفضل موجودين ونفكر ازاي كلنا دور في المنتج المدني. طب الربط ما بين بقى الجزء العسكري والجزء المدني وهذا الانخراط بقى في المجتمع، انه يبقى المشاركه الفعليه ما بين يعني العسكريه والمدنيه. طبعا احنا عندنا عارفين القوات المسلحه بتشاركنا في كل حاجه، واحنا بنشاركها برضو في كل حاجه. ف يعني النهارده عشان نطلع منتج عسكري، صناعه عسكريه، لازم يكون عندنا امكانيات تكنولوجيه،
وماكينات عشان نقدر نوصل ونطلع منتج عسكري بالدقة بالمتانة وبالكفاءة دي. تمام. وبالتالي ازاي نستغل هذه الامكانيات التكنولوجية اللي عندنا ان احنا نوظفها للانتاج المدني. تمام. هو ده كانت نقطة التحول اللي نقدر ازاي نستغل امكانياتنا، نقطة التحول اللي حصلت في الهيئة، في ان احنا ازاي نستغل امكانياتنا ونعمل منتجات مدنية جنب المنتج الرئيسي اللي كنا شغالين به العسكري لانه تقلص. النهاردة وصلنا ان حجم العمل الانتاج المدني 75%، حجم الانتاج العسكري 25%. ليه؟ لان احنا ما بنشتغل منتج عسكري ده بيبقى بناء على طلب القوات المسلحة، وده اللي احنا بنعمله بنستغل كل طاقات البشرية والتكنولوجية عشان نقدر نوفر يعني الصناعة. يعني في حالة انه كمان القوات المسلحة ما عندهاش يعني طلبات من الـ من الـ الـ الانتاج العسكري، احنا عندنا بتستغل كل الطاقة دي في زيادة الانتاج المدني. طبعًا. فبقى دلوقتي بقى انتاج الهيئة المشاركة في الحياة المدنية هو بقى الاكثر، هو اللي طغى على الجزء العسكري بالظبط، لان حسب الانتاج. يعني عشان كده بنقول ايه، بنقول انا ازاي ده حضرتك بتقولي ما كنتش تسمعه. طب النهارده ازاي رئاسة الهيئة بتفكر تستغل الطاقات دي وتطلع منها اللي يفيد الاقتصاد والامن القومي للبلد؟ طبعا هو ده دوره. تمام. ايه بقى الصناعات التانية يعني هل لو في مشروعات نقدر طبعًا. نعرفها، هل الهيئة بتخطط للتوسع في المستقبل في صناعات اخرى؟ احنا عندنا حضرتك عارف انه تاني هرجع اقول يمكن بنعيد الموضوع ده تاني، ازمتنا ازمة استيراد وقلة انتاج، يعني هي دي المعضلة الاساسية اللي احنا فيها، ان احنا ما عندناش مصانع بتنتج مواد خام، وبالتالي فمعظم موادنا حتى اللي بتنتج هنا في مصر كلها خاماتها مستوردة، والعكس صحيح، هي اللي مستوردينها كلها ومجرد التجميع مصري نفس الازمة. الهيئة حاطه بقى ايه في المستقبل؟ انا عشان ابسط الموضوع لحضرتك خلينا ناخد الدوله والهيئه. الدوله مشروعات البنيه التحتيه والاساسيه، يبقى الهيئه بتشتغل في مشروعات تنقيه المياه، مشروعات الصرف الصحي، تنقيه الابار، تنقيه الصرف الصناعي، يبقى دي بنيه تحتيه. عندها مصنع بينتج مواسير العملاقه البولي ايثيلين للصرف الصحي والاغراض الاخرى، يبقى ده جزء البنيه الاساسيه. نتكلم على مجال السكك الحديديه، الماده بتاعته كمان عملنا مصنع البتروكيماويات اللي هو بينتج ماده يخدم علينا البولي ايثيلين اللي هو هتاخده الهيئه العربيه للتصنيع. ان شاء الله. نعيدها للناس تاني عشان الناس اللي كانت بتسال على المصنع بتاع البتروكيماويات، ليه استخداماته طبعا بكل تاكيد، اللي ليه استخدامات كنت بقول لكم عليها، ده الماده اللي لسه الباشمهندس قايل عليها، اللي هي هتدخل هياخدها الهيئه العربيه للتصنيع بدل ما كانت بتستورد الماده دي من بره، اللي هي بتدخل بعد كده عندها في صناعه المواسير وحاجات كتير جدا، حاجات كتيره جدا وصناعات كتير جدا، صدف كراسي الاستادات وحاجات كتيره قوي، صناعات كتيره جدا، وده خلاص احنا الحمد لله عملنا المصنع اللي بينتج الماده. ده الدوله يعني احنا الدوله كلها متكامله يعني، فكده احنا بقينا بنكمل بقى بنتكلم على الشق الثاني، على الاقل الصناعه تبقى يعني مكتمله، يعني بدل ما كل الصناعات متقطعه عندنا. الشق الثاني مثلا عربات السكك الحديديه ومترو الانفاق. تمام. احنا المصنع الوحيد اللي في افريقيا او اللي في شمال افريقيا والشرق الاوسط اللي بيشتغل في هذا المجال هو الهيئه العربيه للتصنيع، مصنع سيماف التابع للهيئه العربيه للتصنيع، مفيش مصنع ثاني، وبالتالي احنا لينا في هذا الموضوع باع طويل، ولابد ان احنا ازاي بنقدر نوظف امكانياتنا ان احنا نخدم الدوله في المجال ده. تمام. نتكلم على الشق الثالث، ان احنا بنتكلم مشروعات البيئه، المكابس قش الرز ومكابس ده اللي ابتدى فعلا، انا عارفه انه تم العمل في مناطق لوجستيه عشان يتم ده يعني يبقى موجود فيها فكره التخزين وده مخلفات الزراعه لسه، دي معدات استثمار، ده قصه. احنا عندنا مصنع اسمه السماد العضوي، مصنع ده بياخد المخلفات عشان يحولها لسماد. تمام. يبقى اذا عندنا جزء شق اخر خاص بمعدات البيئه، يعني انا نتكلم لو بصيت في كل مكان هلاقي كل مجال. طب نتكلم على موضوعات الاستثماريه، صوامع الغلال وشفاطات الغلال، النهارده الهيئه بتنتج شفاط غلال 100% تصنيع الهيئه، شفاطات غلال عمرها 100% مصريه 100%، وبالتالي الصوامع
الغلال اللي بتخزن الكلام ده احنا برضو اشتغلنا فيها وانتجنا واحده في العمرية وواحده في دمياط، وان شاء الله يخشوا في التشغيل ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه الاسابيع اللي جايه. ده كمان نتكلم عن الطاقه الشمسيه، وده اللي الهيئه بتشتغل فيه بتفكر فيه من 2009 وشافت ان في مشكله في الطاقه هتكون موجوده، فابتدى كلها الرياده في الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح، فابتدت تعمل تربينات رياح، مركبين تربينتين بطاقه 3 ميجا ومركبين النهارده خلايا شمسيه بطاقه 5 ميجا، يعني غير عمدان الاداره وعمدان النار. لو قلنا تحدثنا عن مشروعات الهيئه العربيه للتصنيع يعني لا تنتهي، بس يعني هنكون بنشارككم وعربيات الركوب والعربيات المجهزه حاجات كتير، وقريب جدا باذن الله يعني على قد ما نقدر هنتجول في كل هذه المصانع. يعني انا بتمنى ده طبعا، ويشرفني ويسعدني، وبتمنى ان حضرتك تساعدنا، لانه مطلوب ان كل مواطن مصري بقى بكافه الاعمار يشوف بلده، يتعلم ثقافة الإنتاج، لأن ده صدقوني طوق النجاة الوحيد في حياتنا هو الإنتاج، مفيش غيره، هو ده الهدف من المبادرة. صح، أنا بشكر حضرتك جدا جدا ضيفي، نورتني، بشكرك باشمهندس أشرف خليل رئيس قطاع الموارد البشرية بالهيئة العربية للتصنيع، وأتمنى أن حضرتك دايما تبقى منورنا، ونتمنى طبعا مزيد من النجاح إن شاء الله. شفنا جزء من يعني هدف رئيسي كبير جدا وحلم كبير جدا وصرح عملاق كبير جدا، هو حمايتنا وسردنا قلعة صناعية، هي أمنك القومي اللي بيحميك اللي بيسندك. يعني أنا عايزة أقول لكم على حاجة، وإحنا كنا بنتكلمنا قبل كده حاجة صغيرة ويمكن أنا مبسوطة بيها بس بتحزني شوية، إحنا بنتكلم النهاردة على التصنيع، فاكرين لما ضربت لكم مثل عن إخواتنا طبعا السوريين وهم منورينا في مصر وضيوف أعزاء، هتلاقي الأب ولاده بيشاركوه في الإنتاج وفي الصناعة، اتعلمت الأسرة كلها تشتغل، ما تعلموش حد فيهم يقعد من غير شغل، عشان كده لما حتى اشتغلوا كلهم في صناعة الحلويات وفي الأغذية وفي المفروشات هتلاقوا ست البيت كانت بتشتغل وابنها بيساعدها وجوزها بيقف جنبيهم، مع انهم هم نزلوا لقوا شغل في البلد اللي الناس بتقول عليها انها بلد مش نافعة وفيها بطالة وفيها أزمة. سبحان الله، يعني هم اخترعوا ولا راحوا جابوا امدادات من بره؟ لا، هم بنوا شغل بايديهم، واحنا كمان بنبني شغل بايدينا. اشوفكم على خير يا رب، على احسن واحسن. هيكمل معاكم نهار جديد بعد الفاصل زميلي خالد عريش، وتحياتي ليكم اسماء مصطفى. لسه مكملين معاكم نهار جديد على النهار 1 والنهار اليوم، ودلوقتي هنتكلم عن حلم اتمنينا كتير ان احنا نحققه، وهو فكره التواصل العربي والترابط الفكري والاجتماعي والاقتصادي بين المجتمعات العربيه، وده اللي بيتحقق من خلال طبعا جامعه الدول العربيه. جامعه الدول العربيه عندها نشاط شبابي واضح بعد اطلاق مبادره نحكي عن اوطاننا اللي بينفذها مجلس الشباب التنميه المتكامله بالتعاون مع وزارات الشباب والرياضه والثقافه والسياحه تحت رعايه اداره او اداره منظمات المجتمع المدني بجامعه الدول العربيه، واللي هتختتم فعالياتها النهارده في جامعه الدول. لكن المبادره اللي بدات في مصر وهتمتد للدول العربيه ان شاء الله مستمره، لانها بتعبر عن رؤيه شبابيه طموحه لحلم العمل العربي المشترك، وده اللي بيشغل كل العرب من سنين طويله، والحلم الطموح ده حاول شباب من 20 دوله عربيه تقريبا تحويله لحقيقه في مبادره اطلقوا عليها زي ما قلنا نحكي عن اوطاننا، اللي هنتعرف عليها اكتر مع رئيس الوفد المصري بالمبادره هو مصطفى عز العرب. الفل، صباح الجمال. وكمان عضو الوفد البحريني هي سجده صلاح، اهلا بيكي. اهلا، صباح الفل، اهلا بيكي في مصر. مشكور. طيب انا ببساطه كده نبدا بمصطفى، بما انك انت رئيس الوفد رغم ان المفروض السيدات اولا يعني، بس يعني علشان انت تفهمنا بقى ما ايه هي موضوع المبادره ببساطه شديده تفهمها لي. تمام يا فندم. اولا مبادره نحكي عن اوطاننا هي احد المشاريع المشتركه زي ما حضرتك قلت بين وزاره الشباب والرياضه جامعه الدول العربيه، وبتتنفذ بالتعاون مع مجلس الشباب العربي. هدف المبادره اولا التواصل بين الشباب العربي وطرح الرؤى والافكار المشتركه، تواصل الثقافات بينها وبين بعضها، تواصل المشاريع، عمل يعني عمل تواصل بين الشباب العربي المتميز في عده مجالات، بحيث دوت يأهل ان يعني يبقى في بدايه من انواع التعاون والتواصل بين الجيل الجاي من الشباب، بحيث يبقى يظهر عندنا نوع من انواع العمل العربي المشترك. احنا بنعاني فتره طويله اللي فاتت كلها ان مفيش تواصل بين العالم العربي برغم ان احنا لغتنا واحده، ثقافتنا واحده، الاديان هي. انا زي ما قلت ده حلم احنا يعني بنسعى له على طول، الحلم العربي المشترك ان احنا يكون في تعاون عربي مشترك ما بين. بجانب ده بيتعمل في الزيارات دي بجانب جلسات العمل والنقاش بيتعمل زيارات للاماكن السياحيه والثقافيه
كنوع من انواع التعرف على ثقافات وهويات الوطن العربي. الوطن العربي منطقه بتصغر يعني فيها عدد ضخم من الثقافات المتتاليه، فان اهم حاجه بالنقطه دي نتعرف على الثقافات الاخرى مع في الدول دي، حاجه مهمه اساسيه في المشروع. ده ملخص المشروع. بقى بيبقى في بقى المنطقه دوت جلسات عمل، زيارات وجولات حره، تبادل خبرات، عرض مشاريع. طيب هناخده بتفصيله كده. طيب ساجده، اسم نحكي عن اوطاننا، هو ايه دلاله الاسم؟ يعني ليه اخترتوا الاسم ده تحديدا؟ هو نحكي عن اوطاننا عشان كل دوله تسي وتسوي برزنتيشن عن الدوله اللي هي عايشه فيها، فتساعد الشباب العربي انهم يتعرفون على بعض الدول. مثلا عندنا مثلا موريتانيا او جزر القمر، هذه تكون يعني للاسف الشديد تكون بعيده عن العالم العربي شويه، فكانت فرصه جميله جدا ان احنا نتعرف عليهم، نعرف ثقافتهم شلون، نعرف لبسهم شلون، الاماكن السياحيه اللي عندهم، اهم المشاكل اللي يعانون منها. نعم؟ شلون يعني هم عاملين طيب دلوقتي كل دوله بيكون فيها كم ممثل للطلبات من عندها؟ هو حسب الدوله دي بتمثل قد ايه، بس هو غالبا الاعداد من 4 لـ10 كل دوله، على حسب بقى الدوله دي جايبه كام. في دول جايبه 3 4 10. عندنا الوفد المصري مثلا اللي مشارك 10 افراد. أوكي. البحرين عدد قليل، عدد قريب من عدد الـ10 برضه تقريبا. مش ثمانية. حسب بقى كل واحد متخصص في مجال. يعني الوفد احنا بنجمع في الوفد بتاعنا المصري المتميزين مثلا في مجال الشعر، في مجال الغناء، واخدين جوائز على مستوى مصر، مجال الصحافه والمقال. ما ده اللي كنت عايز اسالك عليه، يعني انتوا ازاي بتجمعوا ال10 دول، وازاي البحرين جمعت العدد اللي تم ترشيحه للمبادره؟ يعني ازاي بيتم ده؟ عن طريق وزاره الشباب والرياضه ولا عن طريق جامعه الدول العربيه؟ بالظبط، عندنا يعني وزاره الشباب والرياضه هي القائمه بالموضوع دوت، هي اللي اختارت الوفد المصري اللي هيشارك بجانب شغلها كراعيه للمشروع. دكتور أمل جمال سليمان رئيسة الإدارة المركزية ووكيلة الوزارة في وزارة الشباب والرياضة، هي وفريق العمل بتاعها اختار مجموعة من الشباب الفائزين بعدة جائزة إبداع، جوائز أخرى من مسابقات بتعملها الوزارة. على الأساس دوت كوننا وفد متكامل في عدة مجالات. أنا مثلا بشتغل في العمل الشبابي والعمل العام، في زمايلي بيشتغلوا في العمل الفني، في زمايلي بيشتغلوا أفلام قصيرة، في يعني علشان يكون عندنا وفد متكامل، يعني يقدر ان هو يكون مرشح ويمثل مصر، يقدم صوره جيده لمصر. ده عن مصر. اعتقد باقي الدول قامت بنفس الموضوع. كل دوله يعني هي بترشح للمسؤوليه المعنيه فيها، هي اللي بترشح اشخاص يروحوا يمثلوا الدوله بتاعتها. طيب ساجده، بما انك يعني موجوده عندنا في مصر، ايه اكتر حاجه بقى انت شايفاها في الثقافه المصريه متشابهه مع الثقافه البحرينيه؟ والله اولا اللغه العربيه طبعا، هاي الاشياء المترابطه والمشتركه بيننا. يمكن طريقه الحياه شويه تختلف، لكن الطابع العربي لا يزال موجود يعني في كل الاوطان العربيه. احنا هاي عندنا نفس الطبع، عندنا نفس اللغه ولون البشره. صح. ومع ذلك تحس ان احنا بنفترق، مش بنحاول ان احنا نتجمع، ودي يمكن مبادره قويه جدا نبتدي بيها، ان احنا يكون عندنا اشتراك في انشطه مختلفه. يعني لو ابتدينا بالانشطه الطلابيه فدي تكون بدايه كويسه، يكون عندنا نشاط اكبر وتعاون يعني اقتصادي بقى وسياسي وهكذا. زي ما قلت حضرتك، هو الامل في الشباب. لازم متفقين على ده، فكل ما نشتغل على الشباب اكتر كل ما يبقى فيه مستقبل افضل. الاجيال القديمه حاولت على قد ما تقدر انها تعمل حاجه، ما وصلوش اللي احنا عايزينه او ما وصلوش للهدف، ف الاجيال الجديده المفروض تقوم بدورها. يعني احنا وزمايلنا الشباب المفروض ندرك هذا، ان الفتره القادمه هي لنا. طيب. عشان كده لازم نشتغل تعاون، لازم بيننا وبين بعض نعمل عمليات تشبيك بيننا وبين الشباب. الشباب المبادر في الدول العربيه زي ما شفت تجارب كتيره هناك في المؤتمر، في جلسات المؤتمر. المشاريع دي كلها بتكمل بعضها، حتى لو افكار مشاريع ممكن تتنفذ هنا تتنفذ هناك. فاتمنى الفتره الجايه ان احنا نقدر نقوم بالموضوع دوت، والحكومات تساعدنا في دوت كمان. يعني احنا شفنا حماس وشفنا مجموعات عمل رائعه جدا. فممكن في يوم من الايام الناس اللي موجوده معانا في المؤتمر دي كلهم اعمارهم من بين 16 سنه ل 25 28 سنه 30 يكونوا سنه، يكونوا في يوم من الايام هم مسؤولين وزراء. بالظبط. وما شاء الله عليهم، يعني كلهم كفاءات كويسه جدا. فاتمنى الحكومات تدرك الدور دوت، وتدرك ان دول جايلهم المستقبل، فهم الامل. يعني كله يعني الشاب اللي عنده 22 سنه. ما هو بص، احنا دايما بنقول ايه، احنا لازم نشتغل على الجيل الصغير. الجيل الصغير ده من اول على فكره
الاطفال الصغيرين في حضانه 5 سنين لغايه لما هيكبر هيروح المدرسه، لغايه لما هيروح الثانويه، لغايه لما هيروح الجامعه، لغايه لما بعد كده هيكون عنده نشاط طلابي في الجامعه، لانه هو ده بعد كده اللي هيكون مسؤول. يعني واحد من الناس اللي في الجامعه دول هو ده اللي هيكون مسؤول، لان المسؤولين دول كانوا في يوم من الايام هم كانوا طلبه وكان عندهم نشاط طلابي وكان عندهم نشاط اجتماعي بشكل عام، لغايه لما كون تجارب معينه قدرت ان هي تخليه راجل مسؤول قوي. بالظبط النقطه اللي حضرتك بتتكلم فيها صح. وكمان احنا لازم في حاجه عايزين نشتغل عليها في الشخصيه العربيه اللي هي نوع من انواع يعني مش عايز اقول سلبيه، بس هي بعض الهدوء. يعني ما خلاص اللي ممكن حصل تكبير الدماغ مثلا، تكبير الدماغ. ايوه هي تكبير الدماغ. طنش يا عم خلاص، وانا اللي هغير، وانا اللي هغير الدنيا. لا احنا اللي هنغير الدنيا. واحد اثنين ثلاثه اربعه. القوه بتاعت الشباب هي حاجه واحده في طلباتهم ووحدتهم. طيب المبادرة هي دي أول سنة ليها ولا كانت موجودة قبل كده؟ لا هي موجودة من 10 سنين. من 10 سنين. أيوة. من 10 سنين. بس السنة دي أنا حاسس إن فيها اهتمام لا أكبر. لا هي الجمعية مجلس الشباب العربي موجود بقاله 10 سنين. هي أصدار مجلس الشباب، إنما المبادرة دي أول محطة ليها هي مصر. أيوة عشان كده أنا حاسس إن في السنة دي اهتمام أكبر إعلامي، فده يمكن علشان هي أول كمان مبادرة من هي نوع. كمان مجلس الشباب العربي ودكتور مشياء شغالين في حاجة اسمها جائزة التميز. كل سنة بيوزعوا جوائز التميز في عدة مجالات. مجال العمل الشبابي والتطوعي، مجال الابتكارات، مجال الفنون، مجال الرياضه، في كذا مجال. يعني هي جوائز التميز بيوزعها بقالهم 10 سنين على الشباب المتميز عربيا. المفروض النهارده في حفل ختام المشروع وتوزيع الجوائز دي، وانا الحمد لله يعني ترشحت من جمهوريه مصر العربيه وخدت جائزه التميز في مجال العمل الشبابي. بس هتستلمها النهارده؟ لسه النهارده بالليل ان شاء الله. طب وسجدة خدتي جايزه ولا خدتيش؟ لا. ليه يا سجدة؟ ليه؟ طيب. بس هكون مقدمه الحفل ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طيب دلوقتي انتوا مسميين المبادره نحكي عن اوطاننا، والحكي ده حاجه مهمه جدا اللي هو بيسموه لما حد يكون حكاية، يعني اللي هو ستوري تيلر، يعني اللي هو بيقعد وبيلم الناس حواليه ويقعد يحكي لهم حكايه، والحكايه دي بتكون ممتعه جدا، وده نوع من انواع على فكره عايزين نقول الثقافه، ثقافه متبادله. فهل انتوا الشكل العام يعني بتقعدوا مع بعض قاعده كده، مش عايز اقول ان انتوا بتقعدوا يعني مثلا على الارض ولا غيره، بس يعني بيبقى في مثلا زي برلمان صغير بتبتدوا ان انتوا تقعدوا كل شخص يحكي عن وطنه، يحكي عن التاريخ، يسترجع التاريخ لبلده، يسترجع كمان الحاله السياسيه اللي موجوده دلوقتي، الحاله الاقتصاديه، لان ساعات صوره بتتصدر عن كل بلد من خلال ممكن تكون بعض وسائل الاعلام، فيشوفوا البلد دي بصوره غير الحقيقه خالص. لا نعرف بقى الحقيقه من سجده، البحرين اخبارها ايه، عارف هي من مصطفى. طب جمهوريه مصر العربيه اخبارها ايه، وهكذا. فهل ده بيحصل بالفعل؟ صح. بالاضافه الى اول يوم المؤتمر اللي سويناه، وكل يعني كل عضو من الوفد كان يتكلم عن بلده، تصير بين احنا نقاشات جانبيه مثل ما قلت، يعني نقعد من دول مختلفه، نتعرف على حضارات بعض، نتعرف على تاريخ بعض. مثلا الشباب اللي مثلا انا اللي حس في خاطري ان الشباب من موريتانيا ومن جزر القمر كانوا مستائين لان هم يحسون نفسهم على الهامش، بس انا حابه اقول لهم انهم لا مو كذي، وكان متضايقين ان في بعضهم مثلا كانوا يقولون يعني شلون تعرفون تتكلمون عربي، كانوا وايد متضايقين من هاي الشيء. بس لا يعني طبعا كل دولة لها كيان، وكل دولة عربية جزء لا تتجزأ من الوطن العربي. فالمؤتمر يعني بهدف انه هو نحكي عن اوطاننا كان فعلا مثمر، ووصل الهدف اللي كان يبغيه. يعني كان واحد من الاهداف هو دعم السياحه العربيه كمان، ان يعني صح. يكون في سياح جايين من مصر يروحوا البحرين، وسياح من البحرين يجوا لنا هنا مصر، لان السياحه العربيه دي من يعني جزء كبير جدا من السياحه في الوطن العربي كله، المفروض ان احنا نعتمد عليه. فهل انتوا طلعتوا بقى باجنده كده باهداف معينه، يعني مصطفى يبتدي يشتغل بشكل معين، سجده هتبتدي تشتغل بشكل معين في بلدها، تقول يا جماعه جمهوريه مصر العربيه فيها كذا وكذا وكذا، والسياحه فيها ممكن نروح كذا ونروح كذا، في السعوديه كذا وكذا، في موريتانيا ممكن نروح كذا وكذا، ده حصل؟ صح نعم. مثل ما نعرف مصر دائما السباقة في هذه الأشياء، وكانت مبادرة جدا جميلة من حتى من السياحة أن هي تشجع السياحة في مصر وفي الوطن العربي بشكل عام. يعني الحين هذه يشجعنا هاي الشيء أن حتى أنا في البحرين
ننظم هاي الأشياء. وإحنا طبعا الوفد البحريني عرض هذه الفكرة على صاحب السمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وهو طبعا دائما يرحب بهذه الأفكار على أساس نتبنى هذه المبادرة في يوم من الأيام في البحرين، ونشجع السياحة في البحرين وفي كل دول الخليج وفي كل دول الوطن العربي. طيب مصطفى، كلمنا بقى عن المشاريع التنموية اللي تم تقديمها من خلال الوفد المصري. الوفد المصري زي ما قلت حضرتك مجموعه من يعني متخصصين او متميزين في اكتر من مجال. ففي كذا حاجه اتقدمت، يعني مثلا الجزء بتاع السياحه قدمنا فيلم من افلام هيئه تنشيط السياحه عن الاثار المصريه. جزء اشتغلنا على فيلم تسجيلي تاني عن الاحداث المهمه اللي عدت على مصر واثرت في المنطقه العربيه. خدنا اكتر من نقطه كده، مش يعني نقطه ما تسلطش عليها الضوء جامد، وسلطنا عليها الضوء مواقف حصلت في مصر اثرت على المنطقه العربيه، زي فتح اذاعه صوت العرب، زي بعض المعارك، زي مش عارف ايه، فدي اثرت على المنطقه العربيه. ده كان جزء من الحاجات اللي اتعرضت. جزء تاني المشاريع اللي اتعرضت، انا مثلا في مشروع عرضناه اللي هو مبادره بلدنا للتنميه الثقافيه والفنيه. مبادره بلدنا للتنميه الثقافيه والفنيه ده احد مشاريع وزاره الشباب والرياضه بالتعاون مع المجلس الاعلى للثقافه. انا عضو مجلس اعلى للثقافه في لجنه ثقافه الشباب. فعرضنا ازاي هدفنا بالفن والثقافه هنقدر نقضي على التفكير المتطرف في المجتمع، ازاي نرفع من المستوى الفكري والثقافي للمجتمع، ازاي نحول الشعب المصري لمستوى اعلى من التحضر والرقي. ايوه بس ده تحسه كلام نظري، يعني ايه الفعل بقى؟ انا اقول لك، انا بقول لك الرؤيه بتاعتنا. بعد كده عرضت المشاريع بتاعتنا. احنا عملنا عدد كبير جدا من المشاريع، 6 مشاريع تقريبا خلال سنه. معسكرات فنيه وثقافيه، 4 معسكرات اتعملت في مصر ثقافيه وفنيه، عباره عن ورش فنيه، مجالات بقى المسرح، الكوره، التصوير. ورش فنيه شغاله على طول بناس كبيره جدا في مجالات المسرح، مجالات الغناء، مجالات الرسم التشكيلي، الخط العربي، جميع انواع الفنون بنشغلين فيها. اشتغلنا موضوع جديد عملناه، فريق متطوعون لاجل الثقافه والفنون. الفريق دوت بينضربوا على الاداره الثقافيه، ازاي دي انشطه ثقافيه وفنيه، ازاي دي فعاليات. الفعاليات الفنيه بتاعتنا، قلنا بقى نعمل جيل جديد من الرواد الثقافيين في المجتمع من الشباب. مجموعه فريق متطوعين دوت هيدير المشاريع الفنيه بتاعت المشروع. حلو. الورش الفنيه احنا شغالين بقى لنا سنه، ضربنا في السنه دي حدود 1000-1200 واحد شخص مؤهل ان هو يبقى سفير للفن والثقافه في مجتمعه. حلو. يعني احنا بنجهز، بنعمل برنامج تدريبي، مثلا لما بنعمل ورشه فنيه ما بنعملهاش يروح يتعلم كانه في مدرسه او في كورس. لا، هي الورش مجانيه، الخامات مجانيه، بس بنعمل برنامج تثقيفي، برنامج اعداد شخص، برنامج مش عارف ايه، بجانب البرنامج الفني اللي بيتعلموه. الموضوع دوت من القائمين عليه دكتور امل الصبار في مجلس اعلى الثقافه الامين العام، ودكتور امل جمال برضه في وزاره الشباب والرياضه. المشروع بنحاول نكبره قد ما نقدر ونشتغل عليه. ان شاء الله في الفتره الجايه هنطلع من نطاق مصر والدول العربيه كمان نتبادل الافكار. مين الدوله الجديده ان شاء الله السنه الجايه ولا لسه ما نويتوش؟ لسه ما بلغوناش الدوله الجديده، بس طب هل بيكون في ترشيح مثلا؟ يعني البحرين، البحرين لازم بقى، لازم الشيخ ناصر مستعد. لا بلغونا الشيخ ناصر هناك من الناس الجميله جدا في دعم الشباب. الشيخ ناصر دائما مستعد لدعم الشباب. واي شيء يخص الشباب ويخص الاستثمار في الشباب هو دائما يبادر. يعني انا من الشباب برضه ممكن اجي ان شاء الله. طيب انت زرتي من خلال المبادره، زرتوا قناه السويس الجديده؟ صح كده. وزرتوا عدد من المشاريع كمان الجديده. قولي لي انت بقى انطباعك ايه كمان، ك عايز اقول اجنبيه بس في نفس الوقت لا انت عربيه، فاجنبيه عن مصر. وما كنتيش دي اول زياره ليكي لمصر ولا؟ ايه، اول زياره. اول زياره. فانت بتشوفي حاجات في التلفزيون وجيتي بقى شفتي المشاريع على ارض الواقع، وشفتي الناس بتشتغل ازاي، وشفتي المصريين قد ايه الجمال اللي بيقعدوا يشتغلوا في المشاريع الجديده، قد ايه بيتعبوا، قد ايه بيجتهدوا علشان في الاخر يطلعوا لنا مشروع قوي. فانت كان احساسك ايه بقى وانت بتتفرجي على حاجه زي كده؟ صح، مصر بلد جميله جدا اولا، ولها حضاره تاريخيه كبيره وهي الحضاره الفرعونيه. فالشيء اللي ورثته من الحضاره الفرعونيه ما زال موجود، هو الهمه والعمل. يعني الاهرامات هي اول دليل على العمل الجاد للشعب المصري، وقاعدين يعني ان شاء الله نلتمس ان الحياه قاعده تتغير في مصر للافضل. هاي شيء قاعد يبين من مثل ما ذكرت، المباني الجديده، المجمعات الجديده، المحافظه على التراث، المتحف المصري مثلا، محافظه الفيوم، اي رحله برج القاهره.
وكانت محافظه الفيوم ايه قضينا فيها يوم كامل، كانت جدا جميله وممتعه، يعني حتى تعرفنا على الحياه البدويه هناك، يعني كان شيء جدا جميل. ومصر ان شاء الله بتتغير للافضل دائما. طيب انتوا المشاريع بتاعتكم اللي قدمها الوفد البحريني والرؤيه المميزه اللي كانت للوفد البحريني، ممكن برضو تدينا فكره عنها؟ صح، بدايه في العرض اللي سويناه تكلم رئيس الوفد البحريني الدكتور عبد الحسن الديري، تكلم عن الاصلاحات اللي قاعده تصير في البحرين، شلون البحرين قاعده تتطور، الاصلاح السياسي، الاصلاح الاقتصادي، وشلون الشعب قاعد يعيش برخاء ونعمه عندنا في البحرين. وبعدين عرضنا فيديو عن من البحرين، عن البحرين من دلمون الى الحاضر، يعني على كل الحضارات اللي مرت في دلمون، على تغيير على البحرين عفوا بدايه من دلمون، وكل التغييرات اللي حصلت الى اليوم الحاضر اللي نعيشه. وبعدين انا تكلمت تفصيلا شويه عن حضاره دلمون، وكانت معي زميلتي فاطمه تكلمت عن الصحافه في البحرين، والصحفي عبد الله زايد اللي كان له دور كبير في تطوير الصحافه في البحرين وتاسيس الجرايد. طيب يعني انتوا طلعتوا بمحصله من النتائج مهمه جدا، عايزين نقول مثلا شويه عرب اجتمعوا مع بعض، العرب دول كل واحد منهم مميز في مجال مختلف، وبداوا ان هم يتكلموا فطلعوا بحصيله من حاجات كتيره، منها كل بلد، يعني مثلا الوفد المصري طلع بمشاريع، الوفد البحريني طلع بمشاريع وهكذا. لكن المحصله العربيه بقى، العمل العربي المشترك اللي احنا كلنا قعدنا علشان خاطر نحكي لبعض، علشان خاطر نستفيد، فايه الحاجه اللي انتوا وصلتوا لها؟ الحاجه اللي احنا وصلنا لها اولا لتحقيق العمل العربي المشترك لازم يبقى في اراده سياسيه في كل الدول، ده اساسي. يعني احنا عندنا مشاريع وعندنا خطط وعندنا كل حاجه، احنا قادرين ان احنا نقوم بتنفيذها، بس اللي هيساعدنا في تنفيذها يكون في اراده سياسيه فعلا داعمه لدوت. في دول بتدعم دوت، وفي دول مش عايز اقول هي مش مهتمه بيه او مش مديه له اهتمام اكتر بسبب اللي بيحصل في المنطقه العربيه دلوقتي. يعني عندنا مشاكل كتير في المنطقه العربيه، في سرطان بياكل في المنطقه العربيه زي داعش. فكل في دول، يعني في دول مركزه مع الازمات الاقتصاديه، دول مركزه مع حربه الارهاب، بس انا شايف ان احنا نلحق نعد الشباب اللي جاي دلوقتي، الشباب دوت ان هو في يوم من الايام اتحط في موضع المسؤوليه. فلما اتحط في موضع المسؤوليه يبقى جاهز ومجهز ان هو يقوم بعمليه التشبيك العربي والاتفاق العربي. احنا قضينا سنين كتير جدا في مجادلات، لقاءات، لجان. انا اسف احنا ما حققناش حاجه في ال 60 سنه اللي فاتوا في التعاون العربي المشترك. مش حاجه مجرد بس مشاريع صغيره، تعاون سياسي صغير، تعاون اقتصادي صغير وهكذا، لكن مش العمل العربي المشترك اللي احنا كلنا بنحلم بيه. السوق العربيه المشتركه مثال، من سنه 1964 لغايه دلوقتي حققنا ايه في العمل في السوق العربيه المشتركه؟ مش عارف عملنا سوق حره فين، مش عارف ايه، مشاريع كتير جدا معطله، ومشاريع جدا مش عارف يعني في ايه احنا مش قادرين نعملها ليه، مع ان دوله اقرارها زي اوروبا لا عندهم كل دوله منهم على فكره عندها مشاكل قد كده يعني، ومع ذلك هم اجتمعوا وعملوا وكل دوله على فكره لغة. حطت شروط معينه وكل دوله عندها لغه مختلفه، وساعات يحط اليورو ومعاه عمله تانية يقول لك لا انا عايز احتفظ بعملتي، ومع ذلك لا هو عمل بقى فعلا سوق موحده يعني بقى هو اتحاد اوروبي. اتفضل بقى احنا عندنا كل المقومات، عندنا كل عماله بشريه، عندنا توافق فكري وثقافي، عندنا حاجات كتير جدا ومش قادرين نتفق على حاجه. وفي يعني وكمان بيحصل عمليه هدم، بتحصل احنا واتحادنا العربي اتحدوا بخطط ومشاريع زي ما رئيس السيسي قال جيش عربي موحد، هنقدر نعرف نقدر على حاجه زي داعش، هنقدر على حاجه زي مش عارف الارهابيين فين، هنقدر على حاجه فين. بس هو كل واحد ينشغل بقضايا الشخصيه، ما اعرفش ان قضيته الشخصيه دي جزء من قضيه كبيره. مظبوط، يعني لو كلنا اتحدنا هنقضي على حاجه واحده، لا كل واحد بيحارب جزء، بيفكر بيحارب ان هو نفس العدو، بس هو نفس العدو اللي بيحارب. والله انا دايما بقول نشتغل بشكل متوازي، احنا لو اشتغلنا بشكل متوازي هنشتغل على القضيه الشخصيه وعلى القضيه العامه في البلد، وفي نفس الوقت على القضيه العربيه، في نفس الوقت على قضيه العالم كله، لان العالم كله ممكن يكون فيه مشاكل و و و و فاحنا نشتغل على كل ده بشكل متوازي، ان شاء الله هنجح بشكل كبير. وتعقيبا على كلام زميلي مصطفى، طبعا ادعو جميع الدول العربيه وجميع الحكومات العربيه ان هي تستثمر في الشباب، لان الاستثمار في الشباب هو الاستثمار الوحيد الذي لا يوجد من ورائه اي خساره. صح صح. فالاشياء اللي الحكومات ما قدرت تسويها والدول ما قدرت تسويها الشباب بيقدر يسويها، بس لازم يكون في دعم من الحكومه. صح، صح.
شبابنا اليوم عنده عزيمه وعنده اصرار واراده وتغيير للافضل، ولو انت تلاحظ الشباب كلهم يبون التغيير للافضل، ما في شاب قاعد يقول لك لا والله انا عاجبني حالي وبقعد مثل ما انا او عاجب حالي الدول العربيه، كلنا نسعى للتغيير، فالحكومات لازم تستثمر ولازم تدعم الشباب العربي عشان يوصل في يوم من الايام الى الهدف اللي نتمناه. نقطه برضو من العمل الشبابي اللي انا اشتغلت فيه، عندنا في مصر كان مع مصر مثلا عندنا طاقات شبابيه كتير موضوعه. الشباب بيبقى مثلا من مرحله الجامعه من 18 ل 22 سنه عنده طاقه رهيبه جدا. مع الكبت اللي بيحصل له، مع الصد اللي بيحصل له، مع التخبيط عليه يحبط، يتخرج بقى يبقى مكسل يدور على شغل. ده حاجه وحشه جدا بتحصل لشبابنا، شباب كتير عندنا بنشوفهم بيطلعوا من مصر ويروحوا بقى بيقولوا لنا تاني، يقولوا لنا هم بقى خلصوا اللي عندهم وراجعين في صناديق. اصل الفلوس بتخلص، ويعني حتى لو هو راح عمل شويه فلوس قليله فالفلوس بتخلص ويبقى ما عندوش اي حاجه عملها، فهو كان لازم يبقى موجود هنا يشتغل في بلده. نوظفه نستغل المرحله بتاعت الشباب دي، الشاب عنده استعداد. انا يعني حاجه زي العمل التطوعي في مصر، الشباب كتير جدا عنده استعداد يشتغل عمل تطوعي، لو وظفناهم صح هنعرف نشغل شركات، شغل وزارات بحالها. طيب ازاي بقى اي حد من الشباب العربي اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي سواء مصريين او من اي مكان في الوطن العربي يقدروا يشتركوا في المبادره دي السنه الجايه؟ هو بيبقى في لينك تسجيل بينزل على صفحه مجلس الشباب العربي او صفحه جامعه الدول العربيه، بيقدروا يسجلوا من عليه وبيتم التواصل معاهم. مش بيكتبوا بقى مؤهلاتهم دراستهم وهكذا؟ في شروط معينه؟ لا ما فيش شروط معينه، عايزين يبقى في اربع عدد من الشباب العربي تواصل بيننا وبين بعض. يعني هي طريقه سهله، الفيسبوك والنت بقى اسهل طريقه تواصل بين الشباب دلوقتي يعني. فدي الطريقه اللي هي ازاي تواصل مع المشاريع دي. انا بحييكم وبشكركم جدا، واحلى حاجه هو التواصل، التواصل اللي هو من الحاجات المهمه جدا. يعني دايما لما كنا اول ما ظهر الايس كيو والحاجات اللي هي بتاعت الشات كنا بنستفيد بيها، ان احنا يقول لك انا بدخل اتكلم مع ثقافه اخرى، مع ناس بيتكلموا لغه غير اللغه بتاعتي، او مع حد من العرب من الدول العربيه الاخرى علشان خاطر اشوف هم بيفكروا ازاي، دماغهم عامله ازاي. لكن احنا دلوقتي مع التكنولوجي الاكبر، ومع خلاص احنا بقى زي ما بنقول كده العالم قريه صغيره. مهم جدا هو التواصل، مهم جدا التواصل العربي المشترك والتواصل مع العالم كمان، مع الخارج، مع اوروبا ومع امريكا ومع غيرها. بس انا بحييكم، وان شاء الله النهارده يكون عندكم بقى حفل ختام موفق جدا. نورتني سجده من البحرين، نورتينا، وبنحب اللهجه البحرينيه. شكرا. يعني كانت عامله شغل جامد. شكرا. شلونك اخبارك؟ بتتكلم مصري لبلب والله؟ لبلب. طب ما تختم لنا كده بالمصري. يعني اسلم على مصطفى واختم لنا انت البرنامج. مصطفى انا بشكرك جدا، مصطفى هو رئيس الوفد المصري، بشكرك جدا 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 ونورتونا. وساجده بقى هي اللي هتختم البرنامج النهارده بالعربي وبالبحريني، ايه رايك؟ بالمصري وبالبحريني. بالمصري انا اسف وبالبحريني، يلا بينا. ان شاء الله. الله يحرس المحروسه ويحرس كل اوطاننا العربيه ونكون دائما على قلب واحد. بنشكر مجلس الشباب العربي وبرعايه جامعه الدول العربيه، و على الاساس على هذه المبادره اللي هم سووها. فين المصري؟ فين؟ عاوزني اتكلم مصري؟ مصري. يلا فين؟ يلا حته مصري. بنشكر مجلس الشباب العربي. ايوه كده ظهرت اهي. دكتوره غاليه، دكتوره مشيره ابو غالي عفوا، على المبادره دي، كانت حاجه جميله جدا، شكرا لكم. بنشكركم جدا وربنا يوفقكم ان شاء الله. قابلونا بكره بقى ان شاء الله من الساعه 8 لحد الساعه 11، والاعاده شغاله دلوقتي من الساعه 10 لحد الساعه 1 على النهار بلس. كنت معاكم خالد دليش، السلام عليكم.